الاستشاري يعني المالك هل يكون له مهندس، يعني هو اللي يقوم يعني بالدور، يعني يربط بينه وبين بين المهندس الاستشاري. ممكن المالك يكون عنده حد مسؤول ان هو يتناقش مع شركة البيم، يعني المفروض ان هو بيبقى معاه شخص او فريق او شركة بتمثله، يعني حسب حجم المشروع. يعني في مشاريع مثلا بيبقى المشروع ضخم جدا، فهو بيجيب شركة كبيرة هي اللي مسؤولة انها تستلم شغل البيم، وهي مسؤولة انها تراجعه، وهي المسؤولة على الاتفاق وحاجات زي كده. شركة كبيرة، شركة فيها مثلا 50 واحد وحاجات زي كده. يعني هي اللي يعني تبدأ تنسق الأشغال بينها وبين المالك والمهندس وبين المهندس الاستشاري. ايوه، بيبقى اسمها استشاري المالك. استشاري المالك هو ده اللي بيحضر استشاري المالك. الاجتماعات، بيحضر الاجتماعات نيابة عن المالك. هو ده اللي بيبدأ يشوف اي مشاكل موجودة في الموديل، هو بيراجع عليها. مسؤول عن كده، مسؤول عن استلام الموديل ومراجعتها، مراجعة تكنيكال ومراجعة خاصة بالبيم. يعني قد يكون البيم مظبوط، قد يكون الموديل سليم، لكن تكنيكال في مشكلة، غير مطابق للكود او غير مطابق للمواصفات، او في حاجة مش هتنفع، لن نستطيع تنفيذها. تمام. فانا اشتغلت في شركة، في مشاريع كبيرة، كان في شركة متخصصة هي اللي تابعة للمالك، هي اللي بتستلم، وهي اللي بتراجع تواريخ التسليمات، وهي اللي تكتب بالعقد أحضر اجتماعات. تحضر الاجتماعات. تحضر الاجتماعات، وهي اللي مسؤولة انها تستلم الموديل لحد اخر يوم في المشروع. وبكون شركة قوية، مش شخص وخلاص، لا، شركة جايب، هو شركة كبيرة شركة. تتأكد من جودة الموديل وجودة الشغل والتنفيذ والحاجات دي كلها. يعني أستاذ، بالنسبة للمقاولات، عند الاستشارة، يعني في الاستشارة عشان منح المشروع، مثلا كما نقولوا احنا بالفرنسي نقولوا سوميسيو، معني المناقصة. المناقصة تتم بين المقاولين، هل هذا علاقة مع الأونر، ولا يبقى المكتب تاع المهندس الاستشاري هو اللي يتصل، هو اللي يقعد، سافيدير هو اللي يتم العمل مع المقاولين؟ جميل جدا. طيب هقول لحضرتك حاجه، في كلمه حضرتك قلتها دلوقتي، استاذني بس ما تقولش استاذ خالص، يعني انا اسمي عمر، واحنا الاثنين تقريبا يعني في نفس السن او كده، ف يعني بعد اذنك يعني هوري حضرتك حاجه. كلمه مناقصه، مناقصه يبقى احنا كده بنركز على السعر بس. طيب انا هوري حضرتك كود مثلا معين كنا اشرنا ليه سريعا، اللي هو الكود اللي هو رقم 91، عباره عن ايه؟ لو انا الشركة الاستشارية اللي المالك قال لي تولي المشروع، أنا دلوقتي استشاري المالك. تمام. فأنا هختار بناء على إيه؟ مهندس المالك، ولا المهندس الاستشاري اللي هو استشاري، يعني استشاري المالك اللي هو استشاري الملك. اللي هيستلم الشغل وهيراجع الشغل والحاجات دي كلها. في كود، هو كان اسمه بي اس 91، 100 102، بي اي اس، اهو انا هفتح علم. بي اي اس 1992، رقم 2. 91، 91. اوكي، ظهر عندك في 91. الشاشة دلوقتي. بي اس 91، اس 91 هو كود صغير جدا، بيتكلم على اختيار السب كونتراكتور او اختيار الشركه. فبيتكلم ان هنا بعض المصطلحات قبل ما يبدا في ان هو يتكلم، بيتكلم ان التركيز لا يكون على السعر فقط، وانما على بعض العوامل. تمام. يعني هو بيضع بعض النقاط عشان نختار. استاذ معليش استاذ، معناه يختاروا الشركة على حسب
يعني المشروع يعني تكون هذه الشركة عملت مشاريع مثل هذا المشروع اللي صح أليسون المالك. صح هو بيقول لك ايه، ان انت لازم مثلا مشروع مستشفى، قد يكون الشركه المتقدمه عملت مشاريع تانية لكن مدارس وليس المستشفيات، فهو بيقول نركز على تديني سابقة اعمال ان انت اشتغلت في المشروع ده، اكتب اسم المشروع، اكتب عنوان المشروع، المدينه المشروع، تاون كاونتري بوست كود، ذا كونتراكتد ديتيل، اسماء ناس اشتغلوا معاك في المشروع نستطيع التواصل والتاكد من المعلومات المكتوبه، ذا كونتراكتد ديتيل، ذا تايتل، ذا فور نيم، فاميلي نيم، جوب تايتل، ذا ايميل، ذا تليفون، everything. اوكي اند ذس از كور كويشن موديل، ده ذس از اباوت فاينانشال انفورميشن، بتكتب السعر اللي انت عايزه، وفي بعض النقط انت بتعمل سيلكت عليها، هل مثلا في خدمه ما بعد البيع هتعمل مثلا زي صيانه معينه وهكذا، هل انت واخد كود مثلا معين، هنا بعض الاسئله، هل الشركه بتاعتك عندها مثلا أشخاص بيشتغلوا معاك مهمتهم موضوع السيفتي، هل أنت معاك فريق في السيفتي؟ أه ولا لأ؟ هل أنت هتقدم لنا مثلا ضمان معين؟ استاذ أيوه ممكن تعود لي سيفتي سيف سيف السيفتي يعني أشخاص للتأكد من عدم وجود أي اكسيدنت أو حوادث، شخص مسؤول عن الأمن أو الأمان، سيكيورتي security for any accident, someone review the safety for the site, no one follow or drop from the floor, لا أحد يسقط من المكان، فهو بيدرس المكان وبيعمل زي سور حوالين أي مكان فيه مشكلة. تمام، ده بعض النقط الخاصة بالهيلثي اند سيفتي بوليسي. هل انت حاصل على شهادات خاصه بموضوع السيفتي؟ المشاريع اللي انت عملتها قبل كده هل حدث فيها حوادث قبل كده؟ دي هذه خاصه بالهيلث اند سيفتي. في بعض النقط الخاصه ب ار يو ايبل تو بروفايد، هنا خاصة بالبوليس اند يو ميت ذا ريكويرمنت، هل الناس اللي عندك بالكفاءة اللازمة وعندهم مثلا شهادات معينة؟ قد تتطلب مثلا بعض الشهادات الخاصة بالبيم او الريفت او حاجات زي كده، هل هتقدر تقدم لنا شهادات مثلا بان كل الناس اللي معاك مثلا في الإدارة لازم يكونوا حاصلين على البي ام بي مثلا، هل معاك ما يثبت ان انت عندك دوكومنت مانجمنت؟ هل عندك يعني وهكذا بعض النقط اللي بنقيم بيها الشركات المتقدمه انها تاخد شغل، في بعض النقط مثلا خاصه بالكواليتي مانجمنت، هل الشغل بالكواليتي المطلوبة ولا لأ؟ قدم لنا ورق ما يثبت إن أنت عندك الأيزو أو عندك حاجة تأكد إن أنت عندك نظام معين في الشغل. وهكذا دي بعض النقط مثلا الخاصة بالبيم. هل الشركة بتاعتك شغالة بالكود بي اس 1192 الجزء الثاني او شغاله بالايزو 19650؟ تمام، فحضرتك بتكتب يس او نو او وتكتب بقى الريفرنس اللي ياكد الكلام دوت. هل عندك كومن داتا انفايرومنت اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي طريقه تنظيم الملفات، فحضرتك بتكتب مثلا انا عندي بيم 360 بيم 360 او انا عندي
عندي مثلا شغال على سيرفر او شغال على اكونكس، فحضرتك بتكتب الاجابه على الاسئله ديت، ومن خلال الاجابه هو بيقدر يقيم افضل شركه لعمل هذا المشروع. في مثلا هل عندك ما يثبت ان انت شغال بليفل 2؟ تمام، احنا قلنا احنا عندنا ليفل 0 وليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. ليفل 0 احنا مش شغالين بيم خالص، ليفل 1 بدأنا وفي بعض الناس شغاله بيم وبعض الناس شغاله كاد. بيم 2 كل الناس اللي في المشروع او كل التيم شغالين بيم وعاملين لينكات وشغالين بالكود مظبوط وفاهمين يعني ايه بيم. هل انت عندك الامكانيه البيمكشن بلان مثلا وهكذا؟ في عندك تقدر تعمل تريننج للناس في قلب الموقع؟ تمام، احنا متوقعين ان انت تعمل لنا تريننج للحاجه ديت، فبتكتب بقى انا اقدر اعمل تريننج او لا. في بعض الحاجات خاصه بالبابليك سيكتور، فدي عباره عن نقط للتقييم. انت حضرتك بتبدا تشوف اهم النقط وتبدا من خلالها تعرف افضل شركه ممكن تشتغل او ممكن تبقى سبلاير او ممكن هي اللي تعمل شغل البيم. تمام، دي الفكره من موضوع التقييم اللي هو بي اس 91. تمام، طيب ممكن اهم نقطه ان هو يكون عنده الخبره والشغل كذا مشروع قبل كده، لان ده هتقدر تسال هل هو عمل الشغل مظبوط ولا عمل مشاكل وسلم شغل في الوقت وبالجوده بدون مشاكل. بدون مشاكل في الوقت بالتكلفه المطلوبه ولا كان عمل مشاكل؟ ايه دي اهم النقط اللي احنا بنسال فيها. تمام، طيب ايه تاني ممكن نتكلم فيه؟ العرض المالي استاذ، هناك عرض تقني، هذا يسمى عندنا في الجزائر بالعرض التقني. يعني شهادات وعمال وامكانيات مثلا في السيارات وانواع الشاحنات تجهيزات، هذا نسميه العرض التقني عندنا. اما العرض المالي هو يعني عرض تقوم به المؤسسة، تعرض اللوف تاعها، العرض تاعها بأقل، احنا ندو أقل تكلفة، يعني العرض أقل تكلفة بالنسبة ثاني يكون في الملف التقني أو العرض التقني، يكون يعني قد تجاوز النقطة الإقصائية. أنا مثلا احنا عندنا مثلا عدد النقاط الملف التقني 70 نقطة مثلا، ويديروا شرط ان النقطة الإقصائية هي مثلا 40. انا الشركة عندما تتجاوز هذا العرض فوق 40 نقطة يعني تنتقل الى العرض التقني. إذا كان العرض التقني أقل كلفة مع الشركة هذه يعني تجاوزت النقطة الإقصائية، فيتم يعني الشركة هذه تمنح لها هذه الصفقة أو الاتفاق. جميل، هو نفس الفكرة في البيم. لكن أستاذ عندكم بزاف تم يعني تقييم كبير، أنا من خلال ما شاهدت واش عرضت عليا في الوزن، معنا احنا ما عدناش بهذه يعني بهذا الكم. يعني صح احنا نطلبوا يعني الانسان يكون عامل مشاريع مثلا تشبه المشروع اللي هو مقبل على يعني باش يدير العرض تاعه، لكن يعني من خلال ما رانشت يعني كم هائل. مظبوط، انا مع حضرتك. الفكره كلها ان العرض المالي مهم، تمام، لكن قد يكون العرض المالي حاطط هو بعض العناصر مش هيعملها او ما عندوش الخبره الكافيه،
او هو شركه صغيره لسه ما اشتغلتش في مشاريع قبل كده، فلازم كل الامور دي تتحط مع العرض المالي. يعني هو بيقدم العرض المالي وبيقدم العرض اللي هو التكنيكال. تقنية. فاحنا بنبدا نقارن ونبدا نشوف افضل شركه مقدمه عرض مالي كويس، وفي نفس الوقت بيكون عامل خدمات كويسه. هو قد يكون مثلا مقدم ان هو هيعمل المشروع في مده اطول، في 5 سنين 10 سنين، واحنا محتاجين المشروع في سنه. فبنبدا نشوف مين اللي محقق قريب من الشروط اللي احنا حاطينها وحاطط سعر كويس، فبنبدا نقارن بين الاثنين. وقد يكون مثلا يعني السعر اعلى شويه قليلا، لكن المطلوب هو مع العرض الاعلى قليلا، فبنختار اللي هو مناسب لينا. لانه قد يكون واحد قدم عرض قليل لكن ليس عنده سابقة اعمال، لم يعمل في مشاريع مماثله وهكذا، فقد يكون في مشكله. لكن ما عندكم، انتم ما عندكمش النقطة الإقصائية مثلا، يعني باش يتجاوزها باش يفوت العرض المالي. لازم لازم يكون مقدم شروط مناسبة. قد يكون حاطط شرط صعب شوية، يعني مثلا حاطط شرط انه ياخذ 100% من الفلوس قبل ما يبدأ شغل، قبل before start in the work take all money it is impossible. لا، احنا ما عندنا شروط مثل هذه. انا في بعض الشركات، بعض الشركات بيشترط ان هو ياخذ نسبه كبيره مسبقا قبل البدء في العمل. افونس افونس فورفيتير. فهذا ممكن تكون عائق او مشكله. الافضل ان بتكون نسب، يعني عند مضي العقد قد يكون في نسبه مثلا 10% like this. قد يكون في اتفاق على ان يكون في فلوس محطوطه في البنك، الشركه اللي هتعمل الشغل بتحط فلوس في البنك ضمان انها تنفذ الشغل مثلا. تمام. او البنك بيبقى ضامن لو ما عملش، لو لما يتم الشغل البنك هيدفع الفلوس اللي اخذها المورد او السبلاير او الشخص اللي بيقوم بالعمل. المقاول هو المقاول. تمام. طيب احنا النهارده هنتكلم على نقطه مهمه في البيم مانجمنت، الا وهي البيم امبلمنتيشن. البيم امبلمنتيشن ازاي نطبق البيم في المشروع، ممكن او ازاي نحول شركه شغاله بالاوتوكاد نخليها تشتغل بيم. تمام. ففي اكتر من طريقه. اولا لازم يكون في الاداره العليا مقتنعه بالموضوع دوت، فممكن نخليها تقتنع من خلال احصائيات قويه، زي مثلا جامعه ستانفورد كانت بتقول ان عملت تجربه على مشاريع ضخمه، 32 مشروع ضخم، وجدت انه قدرنا نتفادى 40% من التغيرات المفاجئه اثناء التنفيذ، اللي هي الريورك او ان احنا نفاجئ بمشكله لم تكن مدروسه. في دقه في حساب التكلفه وصلت ل 97%، قدرنا نوفر 80% من الوقت لحساب التكلفه، 80% من الوقت، نتيجه ان الجداول بتكون جاهزه في التمبليت، ما بنقعدش نحسب مانوال او يدوي. قدرنا نوفر 10% من التكلفه الاجماليه للمشروع، تكلفه المشروع كلها قدرنا نوفر 10% نتيجه تجنب التغيير اثناء العمل. قدرنا نقلل 7% من وقت المشروع. قدرنا نقلل المواد المهدره، المواد المهدره في المشروع بنسبه 37%. وفي احصائيه من شركه اسمها ماكرو هيل ان 74% من اللي استخدموا البيم في اوروبا الغربيه وجدوا نتائج ملموسه، وجدوا ان البيم اثر بشكل قوي على المشروع. قد تكون الاحصائيات دي غير كافيه لاصحاب الشركه،
لكن بيكون اكتر حاجه بتخليه يتجه ان هو يتبنى البيم. اول حاجه رقم واحد، الحكومه نفسها تفرض ان المشاريع تكون بالبيم. يعني نفترض ان الجزائر طلعت قانون ان كل المشاريع اللي هتتم في الجزائر هتبقى بالبيم، فتلقائيا كل الشركات هتبدا تشتغل بيم بشكل قوي. الحاجه الثانيه ان اصحاب المشاريع يهتموا بتطبيق البيم، اللي وجدوا نتائج ملموسه لمشاريع اخرى، فيبدا يقول اللي عايز يشتغل معايا لازم يكون بيعمل شغل بيم. تمام. الحاجه الثالثه الشركات المماثله، يعني انا شركه مقاولات كبيره وفي شركات بتنافسني وبدات تشتغل بالبيم، فانا تلقائيا عايز ان انا افضل في المنافسه، فهبدا اسال وابدا اشتغل انا كمان بالبيم. الحاجه اللي بعد كده ضعيفه، حاجه ضعيفه جدا، اللي هو السبلاير، الناس اللي بيعملوا لي الشغل اللي هم تحتيه او شركات اصغر بدات تتجه للبيم، فانا هفكر ليه ما استفادش من البيم وابدا اشتغل بالبيم. طيب في فوائد للبيم هنقولها سريعا نقدر نقنع بيها الاداره. لو الاداره اقتنعت بتطبيق البيم هيبقى حاجه كويسه جدا. لو الاداره اقتنعت بتطبيق البيم ده هيسهل عليا كتير جدا، لان انا محتاج منهم سبورت، محتاج منهم يكونوا عارفين ان البيم مثلا. انا مش سؤال زي حضرتك، البيم ليه فوائد كتير جدا. هيخلي مثلا ان الشركه تبعت الشغل للكلاينت او للعميل ما فيهوش اخطاء، ما فيش تعارضات، ما فيش لوحه موجوده من متعمل فيها تعديل في الدور الاولاني، بينما السكشن ما فيهوش التعديل دوت. تمام. بنقدر نقلل من الهدر ونقدر نعمل تحسين لاستخدام الموارد، نقدر نعمل من نموذج نقدر نستفاد منه في الفاسيلتي مانجمنت، في كل المعلومات اللي تساعدني على اتخاذ القرار. موضوع الحصر من الحاجات القويه جدا، ان انا اقدر احصر المشروع واعرف التكلفه بشكل قوي. في تعاون. استاذ ايوه، بالنسبه للحصر تكلمت عن الحصر، الحصر معناها يعني تعمل استيميشن استيميشن للمشروع، هذا هو الحصر. مظبوط. انا احنا طيب. نقولوا بالفرنسيه دوفي. تمام. دوفي كوانتيتاتيف. هو الحصر ميزته في قلب البيم ان انا مش بقول عدد الاعمده او عدد الابواب، لا ده انا بعمل ربط لكل العناصر اللي مرتبطه بالباب. يعني بقول الباب تكلفته 100 دولار، وهحتاج تكلفه للعامل اللي هيركب، لو هشتغل ساعتين ساعته بكذا، فبيبدا يجمع الاثنين مع بعض عشان يجيب لي التكلفه قريبه من الصحه. ومحتاج مثلا مكن معين، هاجر مكن مثلا شاكوش، واحتاج مسامير، هحتاج ادوات تولز، فببدا احسب الحاجات دي كلها عشان اعرف التكلفه بالظبط. في الطرق التقليديه انا بعمل ايه؟ تقدير للعناصر، وبعد كده بضرب في فيكتور. يعني فاكتور، عملت مثلا شوف تكلفه الباب 100 دولار، فهضرب ال 100 دول في 1.2 عشان اقدر احسب تكلفه تقريبيه من المشروع. انما مع البيم بقدر اعرف التكلفه تقريبيه، مش يعني صحيحه، مش كما البيم. البيم بيكون الموضوع اكثر دقه. تمام. في البيم بنقدر نقلل الخطأ البشري. عندنا ادوات بتساعدني ان انا اعرف الارقام بالظبط قد ايه. بيكون في محاكاه لمراحل المشروع، بنعمل 4 دي، فببقى شايف المشروع بمراحله ماشيه ازاي. بيبقى عندي اقدر اعرف التعرضات واحنا بنصمم، يعني بكتشف المشاكل اثناء ما انا بصمم، ما بستناش لحد ما المشروع يخلص. بنقدر يبقى في استخدام لتقنيات قويه زي الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي في قلب المشروع، فدي نقط بتقوي المشروع. طيب بنلاقي فوائد كتيره جدا مثلا للمعماري، ان هو بيركز على التصميم بدل ما هو بيركز على
الرسم، بدل ما هو بيقعد يرسم خط واوفست ويعمل فيلت والحاجات دي كلها، هو بيركز على التصميم. المعماري بيحتاج سكشن كتير، في البيم هو السكشن ما بياخدش منه ثانيه، مجرد ان هو رسم الموديل في اي مكان بيرسم فيه سكشن بيظهر مع السكشن، فالحاجه بتبقى ممتازه جدا. بالنسبه للانشائي بيبقى فيه سهل جدا ان هو يعمل تحليل انشائي بسهوله، بيقدر ياخد الموديل يعمل له حساب انشائي، بيقدر يحسب الكميات والاوزان، يعني اوتوماتيك الوزن بتاع المكن بيتضاف للحسابات التلقائي، وفي الاحمال اللي هي الحيه والميته لايف اند ديد بتبقى موجوده. في مجال مثلا البلومنج والميكانيكال والالكتريكال، معانا باشمهندسه ليلى، بيبقى في مثلا موضوع ان احنا نحل الكلاشات في وقت اسرع ونكتشفها. في مشكله دايما بتحصل في كل المشاريع اللي اشتغلناها بين المعماري والبلومنج او التكييف او الاسفاج، اللي هو ما المسافه اللي محتاجها فوق السيلينج بين السقف الاصلي والسقف اللي هو بيغطي الشغل. فالمعماري بيقول للكهروميكانيكال انت محتاج مساحه قد ايه؟ لو قال مساحه قليله ومحتاج اكتر هتبقى فيها مشكلات جامده، لو قال مساحه كبيره المعماري ما يفوقش، لان ده بيبقى فيه صعوبه جدا، يعني ان الارتفاع اللي هيبقى مسموح به للانسان ان هو يمشي فيه وكده. فبالبيم بنقدر نحدد بالظبط انا محتاج متر، محتاج متر 20، متر 10، الحاجات دي كلها. زائد ان انا لما بعمل الموديل بيبقى سهل جدا ان انا اخد المعلومات ديت وادخلها على برامج، زي برامج مثلا زي الهاب اللي هو بيحسب التكييف، او اي برنامج مثلا الاكسس اللي بيحسب الكهرباء والاناره والحاجات دي كلها. بيبقى سهل ان انا اتبادل المعلومات بشكل قوي مع البيت الاطراف. بالنسبه للمقاول، ممكن المقاول محتاج الحاجات دي عشان يحل الكلشات، ممكن نحتاجه عشان يعمل الاسكفولدنج والسقالات والرفعات، اللي هي ان انا بحط خشب مؤقتا عشان ابدا اصب مثلا العمود وبعد كده بشيله، حاجه مؤقته. فدي كلها ممكن تتم بالبيم، وتقدر تشوف حاجه تركب امتى وتتفك امتى، ويبقى عندي معرفه انا محتاج الحاجه دي امتى. يعني المقاول ممكن يقول لك ايه، التصميم ما كانش بالبيم، الديزاين ما كانش بيم، لكن استاذ ايوه بالنسبه، اسمح لي، بالنسبه للمقاولات، المقاولات الثاني هم ثاني يكون عندهم يعني تقنيين ومهندسين يعني يستعملوا البيم، لكي لا يعني تلقى يعني لا تجد مشاكل بين المقاوله والاستشاري مثلا. مظبوط مظبوط. ممكن المقاول يكون عنده فريق يطور الموديل البيم اللي الديزاين عامله، تمام، بحيث ان هو يقدر يحط مثلا التفاصيل اللي هو محتاجها كشوب دروينج او كاسبلت او كاي اف سي، اي تفاصيل محتاجينها في الموقع يقدر يعملها ويوريها للعمال بشكل 3D. يعني في حاجه اسمها بيم كشك، بيم كشك هو عباره عن بيم كشك، عن غرفه بيكون فيها شاشه ويكون فيها الاجهزه اللي نقدر نوري اللاست بلانر او العامل، اصغر عامل في المشروع يقدر يشوف المشروع هيتم ازاي، تمام. هي عباره عن غرفه عاديه وفيها شاشه وفيها جهاز الكمبيوتر، بحيث نقدر نشوف الشاشه واقفه. طيب انا شغلتها تاني اهو. طيب عشان تقدر تشوف الناس الديزاين معمول ايه، يعني انا عايز العمال كلهم، كل العمال في الموقع عارفين ايه المطلوب منهم، ما يبقاش شغال باوامر وهو مش فاهم ايه المطلوب منه، لا، بيبقى فيه 3 دي ونوري له مثلا السيفت هيبقى عامل ازاي، الشكل النهائي هيبقى معمول ازاي، تركيب الحاجات تبقى عامله ازاي. فلما اشوفها 3 دي بيبقى
اكثر قدره على ان هو يفهمها واكثر قدره ان هو يشتغل بيها. تمام؟ يقدر يعمل كشف تقديري مبدئي لاتعاب الايدي العامله. يقدر يعمل ربط بين الموديل والجدول الزمني بحيث ان هو يقدر يعرف هل احنا ماشيين بشكل قوي او لا، احنا متاخرين عن الجدول الزمني بشكل 3 دي مفهوم وسهل للناس ايه تفهمه. تمام؟ طيب بالنسبه للناس اللي شغاله في الفاسيلتي مانجمنت بيقدر ان هو يعمل اداره للمبنى بشكل 3 دي وشكل قوي. بالنسبه للي شغالين في المصانع بيبقى يقدر يعمل التقطيع للحاجات اللي هتنفذ في الموقع، بيبدا يقطعها ويوديها بشكل قوي بحيث انها تتركب. فكل المزايا دي تقدر تقنع الناس انها تتبنى فكره البيم. طيب بس في بعض النقط لازم نكون واخدين بالنا منها، ان البيم بيبدا مع بدايه المشروع مش مع اخر المشروع. يعني ما جيش في اخر المشروع واقول انا عايز احول ال 2 دي لبيم، يبقى انا كده هعمل ري وورك او هعمل شغل دبل او هكرر الشغل، او اقول ان في ناس هتشتغل في الديزاين كاد وبعد كده هتحول ناس ثانيه فريق اخر انذر تيم هيحول الشغل دوت من ال 2 دي للبيم. هيبقى استاذ ايوه استاذ، بالنسبه اذا كان هذه الشركه هذه عندها مثلا 2 دي، في اي مرحله يعني تقدر يعني تتماشى مع 2 دي وفي مرحله، اما يعني المرحله الحاسمه اللي لابد ان تكون يعني يكون البيم حاضر في اي مرحله؟ البيم المفروض موجود معانا من اول يوم، يعني حتى تقدير التكلفه قبل ما ابدا المشروع بيبقى لازم اعمله بالبيم عشان يكون اكثر دقه. اشتغلت في شركه قبل كده في قسم البلاننج، فكان اي مشروع الشركه حابه انها تشتغل فيه وتاخد المشروع دوت كنا بنبدا نعمل له دراسه للجدوى، وكنا مسؤولين عن الحاجات التكنيكال وعن الحاجات الماليه، فكنا بنقعد نحسب التكلفه هتبقى قد ايه وطريقه الشغل والكرين، كل الحاجات دي كنا بنعملها من خلال البيم. معنا من اول لحظه، معنا من اول استلام من قبل ما نستلم، يعني في مناقصه قبل ما ندخل المناقصه بعمل له دراسه كده بالبيم تقدير للتكلفه. تمام؟ واذا يا استاذ اذا مثلا دخلت المناقصه هذه ولم تاخذ هذا المشروع، معناها العمل تاعك يعني انا مش بعمل، انا فهمت السؤال، مش بعمل المشروع كله، انا بعمل اللي يكفيني ان انا اعرف التكلفه قد ايه. يعني لو انا عندي في حاجه جزء متكرر بعمل جزء وبعرف ان الرقم ده هيتضرب مثلا 10 مرات، مثلا في روم عندي او سبيس متكرره فبعمل واحده فيهم وبعرف التكلفه. حتى لما باجي اعمل ريندر، لو انا بعمل ريندر للمشروع لسه ما خدتوش، بعمل الشغل اللي هيظهر في الكاميرا بس، اللي مش هيظهر في الكاميرا ما بعملوش. بعمل دراسه ايه الجزء اللي انا هعمله عشان اقدر احدد التكلفه بشكل قوي. مش بعمل الموديل كله، مش بقعد شهر اعمل موديل، لا بعمل بس ايه اللي يكفيني ان انا اعرف التكلفه هتبقى قد ايه، وبعمل اخد صور سناب شوت او باخد سكرين او سنابنج للصور ووريهم ان انا بذلت جهد وان انا عملت شغل كويس وان تقدير التكلفه بتاعي اقرب للواقع. يعني ما يكونش مفصل، يعني ما يكونش مفصل، مش هدخل في التفاصيل، يعني مش هقعد اعمل كل الابواب، لا انا ممكن اشوف عندي كام باب مثلا واعمل واحد فيهم مثلا كمثال، او اعمل دور واعرف مثلا ان في الدور متكرر مثلا. وتستعمل فيه استاذ، استعمل فيه البيم ثاني. انا هكمل شغل لو خدت المشروع. انا ببقى عارف ايه اللي انا قبل استاذ مثلا في ايام تاع كيف نقول قبل المناقصه، قبل منحك المشروع، معناها يعني
هناك منافسة تقام، يعني عدة مكاتب دراسات يدخلون هذا الامتحان مثلا من أجل يعني من أجل أخذ هذا المشروع. معناها في البداية معناها كل مكتب دراسات يعرض المشروع تاعه. تمام، هو كل واحد بيعرض ايش. هذا يا أستاذ، هذا العرض اللي تعرضه في الأول مرة هل يكون يعني بصفة يعني مفصلة أم يكون هكذا يعني ما يكونش يعني مفصل، يعني يكون كنقول بالنسبه للموديل انا ما بعملش كل التفصيل، الموديل بعمل اللي يكفيني بس ان اقدر اعمل المظهر، تقرير. معناها تدير المظهر الخارجي فقط، معناها إذا درت 3 دي معناها ما تكونش يعني مفصل، يعني ما تكونش الداخل وشكل يعني اه يعني بيرسبكتيف، اه اه معناها ال 3 دي يكون غير يعني مفصل، اه يعني ببدأ اشوف ايه الحاجة اللي متكررة يعني كما واعمل. نقول احنا فوليمتريك. ايوه، لو انا عندي دور متكرر بعمل دور، لو انا عندي مبنى معمول ميرور بعمل جزء والجزء التاني بسيبه، يعني بعمل اقل شغل. هي دي بقى الذكاء، او بيسموها اللين مانجمنت، ان انا ما ابذلش جهد كبير جدا، لا اقل شغل، بحيث ان انا احصل على النتيجة اللي انا عايزها باقل شغل، ما ببذلش جهد كتير. وطول ما انا شغال كبيم مانجر بحاول ان انا ما اشغلش الناس كتير، انا عايزهم يطلعوا الشغل، لا ما يزودوش عن الشغل. بمعنى لو انا في التسليمه دي بسلم ال او دي 100، ال او دي 100، ما اعملش ال او دي 200، لا لازم التزم باللي انا بسلمه وما ازودش، لان دي عدد ساعات زياده، وقد وقد ما نكملش في المشروع، ممكن الشغل ما يعجبوش المالك وما نكملش، فانا كده اكون بذلت جهد اكتر. لا انا بعمل جهد بس اللي يكفي المشروع دوت. تمام، المرحله دي انا المفروض اسلم 200، خلاص انا هعمل 200، مش هعمل 250 او 300، لا هو 200 بس. تمام، ما بقولوش حط تفاصيل اكتر، في ناس بتحب ان هي تزود في الشغل، لا انا ما بزودش، بنسميها الطبق الذهبي، انا بديك هديه زياده عن اللي متفق عليها، لا انا ما بلتزم بالحاجه اللي انا اديتها لك، لا بقلل ولا بزود، زي ما اتفقت معاك هديك، مفيش اكتر ولا اقل، علشان ما ارهقش الناس اللي معايا، ما بذلش جهد وعدد ساعات اكتر، مش عايز حد يسهر، انا عايز الناس تروح في الميعاد بتاعها، تمام، ويكونوا خلاص شغل وهكذا. تمام، بتخش منافسه مع الناس، في ناس ما يكونش عامل الدراسه بشكل قوي، فمقدم سعر اقل بكتير هيخسر، او اكتر بكتير، واصحاب الشركات بيبداوا يشوفوا لو قليل جدا بيخاف، ممكن يستبعده، يعني هو عارف ان المشروع ده تكلفته مليون، واحد مقدم ربع مليون، فبيستبعد تلقائي، بيحس ان الرقم غير منطقي. تمام، طيب مهم جدا عشان ننجح في البيم امبلمنتيشن ان انا اعمل جدول بالستيك هولدر او اصحاب المصلحه او الناس المهمين في المشروع، وابدا اشوف هتصرف معاهم ازاي. بعض الناس لازم يبقوا على درايه بالمشروع، والناس انا محتاج منهم سبورت، فمحتاج ان انا اخد رايه باستمرار، بحيث ان هو لو في اي مشكله يكون سبورت ليا ويبدا يحل معايا المشاكل. تمام، طيب محتاج ان انا يكون عندي واحد قوي في البيم. طيب انا هسأل سؤال ونفكر فيه مع بعض، هل لازم البيم مانجر يكون قوي في البرامج زي الريفت والنكس ووركس والحاجات دي، ولا ممكن يكون بيم مانجر قوي بس بالحاجات دي مش متقنها او مش قوي فيها؟ ممكن تعيد السؤال من فضلك شيخ؟ أنا السؤال ببساطة، هل البيم مانجر مفروض يكون عارف البرامج بتاعت البيم بشكل قوي واحترافي؟ لابد أن يكون عارف في هذه المرحلة. نعم،
في اي مرحله، في هذه المرحله في شغل البيم في اي مرحله، هل يشترط ان البيم مانجر يكون قوي في برامج البيم ولا لا؟ البيم مانجر يعني هو البيم مانجر يحتاج في اداره المشروع، يعني كي يخلص المشروع في يعني بيم مانجر الشروط بتاعته ايه؟ يعني هنقول مثلا ان هو بيعرف يدير، تمام؟ ما فهمتش يا استاذ. طب باشمهندس ليلى، ممكن حضرتك تشارك معانا؟ باشمهندس ليلى؟ البيم مانجر الافضل طبعا ان هو يكون عارف البيم، ايه تمام؟ اه بس لو في بعض الاوقات بيكون هو يعني ممكن يكون شغال ببرنامج تاني مثلا، او هو فاهم قواعد البيم بس البرامج نفسها مش متقنها، فاهم قصدي؟ يعني اه ممكن هو يكون عارف البيم فقط. عارف مثلا، ممكن يكون عارف البيم او عارف مثلا اركيكاد، اه تمام؟ عارف اركيكاد مش عارف ريفيت. انا الموضوع دوت حصل فعلا في مشروع انا كنت شغال فيه، اه تمام؟ اه اسف. انا كنت فعلا شغال في مشروع زي كده، وكان البيم مانجر معانا في المشروع، ما كنتش انا البيم مانجر، كان شغال بحاجة تانية غير البيم، بس هو كان شاطر جدا في البرنامج التاني، فكان أي مشكلة بتواجهنا هو كان بيبدأ يشوف تتحل إزاي ويدور على النت والحاجات دي كلها، تمام؟ لحد ما يحل لنا الحاجة بتاعتنا ويحل المشكلة. لكن هو كان اشتغل على بيم آخر، كان يجيب برامج اخرى بس ما كانش البرنامج ده. برنامج آخر. تمام، هو كان بيعرف برامج تانية لكن الريفت هو ما كانش قوي فيه. ألو، ايوه، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. ما كنتش نقدر نهضر، الميكرو ما حبش يمشي لي. ما فيش مشكلة، الله يكرمك. أستاذ، على البي ماناجر أنا ليا ماشي نيسيسار يكون يعرف لي بيان لي لوجيسيال. تمام، المهم ان هو يقدر يكون معاه حد قوي في الحاجه ديت، او يكون يعني لازم يكون معاه حد قوي، يختار حد قوي، يختار الفريق بتاعه قوي في الحاجات ديت، او يكون عنده قدره ان هو يدور على النت ويسال ويلاقي الاجابه للاسئله، أوكي. لانه احنا شغالين على هي مهمة البيم مودلر. البيم مودلر. بس هو يختار بيم مودلر اقوياء، يختار مثلا نقدر نقول ايه، نختار كوردينيتور قوي، تمام؟ هي دي الفكره، ان انا لازم اكون مختار ناس اقوياء ما اخافش منهم. في بعض الناس بيخاف يعين ناس اقوياء، لا، اكون انا عارف ان دول هيكونوا ايه، سبورت ليا، تمام؟ يعني لازم اختار فريق قوي، حتى ممكن انا اكون عارف ان انا مثلا في نقطه انا مش قوي فيها، فلازم اختار حد يعوض الحاجه ديت. مثلا برنامج النفس وركس انا لسه مش شغلتش بيه، هجيب حد قوي في الموضوع دوت، وانا اكون مركز ان انا فاهم الستاندرد وفاهم التريننج وفاهم لو حد وقف قدامه حاجه ازاي اقدر احلها له، تمام؟ معناها استاذ، معناها في البيم مانجر، معناها هي هو يقدر يعني يشغل يعني فريق مثلا مكون من واحد ولا اثنين، يكون يعني يفقه في البيم، مثلا بيم ريفيت ولا بيم اركيكاد. اركيكاد، تمام.
قد يكون حضرتك وباشمهندسه ليلى اصبحتوا اقوياء جدا في الريفت، تمام؟ وجالكم مشروع مش ريفت، جالكم مشروع اخر زي فيكتور ووركس مثلا او ايكو سيم او اي برنامج اخر. حضرتك معاك النولج ومعاك المعرفه بالبيم ومعرفه بالستاندرد ومعرفه بطريقه التسميات، فتقدر تتعامل مع الموضوع دوت. ولما يجي لك سؤال هتلاقي البرامج متشابهه، يعني انت قد تكون شغال بسوفت وير وبي سوفت وير اخر، بسيط جدا ان انت تعرف الفرق بينهم. يعني لو انا مثلا برسم حيطه بالفيكتور ورك باسلوب معين، يعني لو دورت على النت هتلاقي ان الاسلوبين قريبين من بعض، فالواحد ما يخافش من اختلاف البرامج، بالعكس يعني هتلاقي الموضوع بسيط لو هو برنامج واختلاف يعني انا اشتغلت على الريفت وبعد كده رحت اشتغلت على الاركيكاد لقيت تقريبا نفس الحاجات، قد يكون مثلا مترحله شويه او مختلفه شويه، بس ما دام عرفت برنامج قوي بشكل قوي هتقدر تعرف اي برنامج اخر، لانك مثلا اتعلمت مثلا فرنساوي وجاي تتعلم انجليزي، فبتلاقي الموضوع اسهل من اول مره اتعلمت فيها اللغه. بتلاقي ان انت معاك حصيله لغويه وفي كلمات مشتركه وحاجات زي كده، بيكون سهل ان انت تتعلم لغه ثانيه. تمام؟ البيم مانجر محتاج يكون ايه؟ يكون بيعرف يدرب الناس، يعرف ان هو يتعامل معاهم، يعرف ان هو يحفزهم دايما، يقدر فاهم الستاندرد، يكون عنده مراقبه للجوده، يعني هو حاطط ستاندرد ويتاكد الناس ماشيه على الستاندرد دي كلها. تمام؟ يقدر يراجع الموديل ويقدر يشوف فين المشاكل اللي موجوده. يقدر يقيم الشركه ويقيم الاشخاص، يعني ايه يقيم الشركه ويقيم الاشخاص؟ يعني اي حد جاي يشتغل تقدر تقعد معاه وتعرف مستواه ايه، لان اصعب قرار ممكن الواحد ياخده كبير مانجر ان هو يفصل شخص معين، يعني واحد شغال معاك ولاي سبب من الاسباب تفصله، لان هو مثلا مش شغال كويس، مش فاهم الشغل، فده اسوأ قرار الواحد بياخده وبيقعد كذا يوم متردد فيه. فعشان كده ما تقدر يعني ما تاخدش القرار دوت غير فعلا يعني لما يكون ايه مضطر. وخليك حذر جدا وانت بتعين شخص، لو انت عايز تعين شخص خليك حذر جدا وما تعينش حد غير لما يكون حد انت واثق فيه. تمام؟ وضحت؟ تمام؟ يعني التعيين خد جهدك جامد جدا ان ما تعينش غير حد يكون بيشتغل كويس، الاخلاقيات والسلوكيات بتاعته كويس وكل حاجه. تمام؟ طيب عايزين نتكلم بقى على تقييم الشركه، لو احنا عايزين نقيم شركه. تمام؟ طيب هشير معاكم ملف كده ظهر معاكم، ده حاجه اسمها مصفوفه نضج. مصفوفه نضج يعني دي طريقه بنقدر نعرف بيها الشركه اللي احنا رايحين نعمل فيها بيم امبلمنتيشن ونطبق فيها البيم هتبقى عامله ازاي. دي اللي كاتبها دكتور بلال سكر، تمام؟ ده دكتور موجود في استراليا. بنتكلم ان احنا لازم نقيم الشركه، قد تكون الشركه اللي احنا رايحينها مستوى البيم فيها زيرو، وقد يكون فيها شويه شغل، في حاجات فيها مشاكل، فنبدا نعرف مستوى النضج بتاعهم ايه والخطوه جايه ايه. مستحيل ان احنا نكون في اول خطوه وننط تلات اربع سلالم، لا، سلمه سلمه، بنبدا نشوف احنا في اي نقطه، وخلال شهرين هنتنقل لهنا، وخلال شهرين هنتنقل لهنا، وهكذا، ما بنقفش خطوات، بالعكس احنا بنمشي خطوه خطوه. تمام؟ ده دكتور بلال سكر من الناس المشهورين جدا في مجال البيم. اهوت تمام؟ طيب هو بيقول لك ايه؟ ان الشركه فيها كذا حاجه هنقيم من خلالها الشغل. في جزء خاص بالبرمجيات، تمام؟ وعندنا خمس مستويات للبرمجيات. في البرمجيات ممكن تكون اي حد بيسطب اي برنامج واي حد بيشتغل وخلاص، واحنا مش عارفين ايه البرامج اللي موجوده، ومفيش امكانيه حاجه اسمها قابليه تشغيل البيانات، يعني اللي هي ان انت تشتغل على اي برنامج بس تقدر تصدر الشغل ده لبرنامج اخر، لا، كل واحد شغال مع نفسه، في مشاكل كتير. تمام؟ ما عندناش امكانيه لتخزين وتبادل البيانات، في مشاكل في الموضوع ده.
مش شغالين بالكومن داتا انفايرمنت السي دي اي، تمام؟ فاحنا عندنا مشكله في موضوع البرمجيات. طيب في مستوى اعلى من كده ان البرامج موحده وبنستخدم برامج ثلاثيه الابعاد واحنا فاهمين طريقه الشغل. في مرحله اعلى من كده ان في اداره للبرامج وفي مواعيد للتسليمات وفي فهم الحصر الكميات بتتعمل ازاي وفي المواصفات والدراسات التحليليه، بنستخدم البرنامج باستخدام امثل عشان نطلع منه كل المعلومات. في حاجه افضل من كده ان عندنا اهداف استراتيجيه للبرامج ونشرها مش مجرد بس المطالبات التشغيليه، وفي تسليمات النمذجه في تزامن بينهم، في تكامل مع الشغل، بنقدر نخزن البيانات بشكل قوي. في مرحله اعلى من كده انت بقى بكل صدق بتبدا تقيم البرمجيات اللي عندك عشان تعرف المشكله فين. قد يكون البرمجيات انت واخد اعلى درجه فيها والاجهزه واخد درجه عليا بس الشبكه فيها مشكله، فانت لما تكون صادق مع نفسك وتعرف ان في عندك مشكله في الشبكه خلاص يبقى انا هركز على ان انا اجيب شبكه كويسه، تمام؟ طيب الاجهزه ممكن تكون الاجهزه غير مطابقه للمواصفات، منخفض الاداء، غير ملائمه، غير متناسقه. فكره ان انت تستبدل الاجهزه وتجيب جهاز اعلى ده بيعتبروه نوع من التكلفه ونوع من المشاكل، وما بيعملهاش غير لما يكون في مشكله الاجهزه مش راضيه تشتغل، الجهاز ولع. في نتيجه احلى من كده اللي هي البي، في معرفه بفكره البيم، وفي الاجهزه في توحيد للمواصفات. لو انا عندي جهاز قوي وجهاز ضعيف الشغل هيمشي على جهاز ضعيف. يعني عندنا مثلا يقول لك ايه، القافله تمشي باضعف شخص فيها. فلو في عندي مثلا جهاز ضعيف او في سيرفر ضعيف او في نتورك ضعيفه او في حاجه ضعيفه الشغل كله بتعطل بسبب الحاجه الصغيره دي. فاحنا لازم يبقى عندنا دراسه للموضوع ده. في حاجه اعلى من كده ان احنا عندنا استراتيجيه لتوثيق واداره وصيانه الاجهزه والمعدات، وفي مبلغ مخصص للاستثمار دي اللي هو السي. في حاجه ثانيه اعلى من كده ان هو احنا بنتعامل دايما مع الاجهزه بانها هي استثمار، وان بيكون في لازم يحصل تطور كل فتره وهكذا. في اعلى من كده ان احنا الاجهزه دي بنعتبرها جزء من الميزه التنافسيه للمنظمه او لفريق المشروع. الشبكه، الكلام ده مهم جدا لان ممكن انت تروح فاول حاجه تاخدها انا هغير الاجهزه كلها، وقد تكون الاجهزه كلها كويسه او انت اشتريت اجهزه قويه جدا وكل حاجه بس عندك مشكله اصلا في البرمجيات او عندك مشكله في الشبكه، فانا لازم اعرف نقطه العيب فين عشان ابدا اصلحها، تمام؟ طيب بالنسبه لموضوع الشبكه، قد تكون الحلول بتاع الشبكه غير موجوده، في مشكله، في مرحله اعلى من كده، في حلول موجوده بس مثلا محتاجين امكانيات او محتاجين يبقى في ميزانيه. في فرق العمل المشاريع، في مشكله في الاتصالات لان هو كل واحد موجود في مكان. في اعلى من كده ان يكون في شبكات قويه وفي تنظيم ليها وفي امكانيه لمشاركه المعلومات وفي تنظيم للحاجات. في اعلى من كده يكون في حلول الشبكه فيها تكامل جوانب متعدده من عمليه نمذجه المعلومات. فانا المفروض انا بروح مثلا للشركه واقول له تعالى نقيم، انت عندك هنا ادي لنفسك درجه من 1 لـ50، هنا من 0 لـ10، تكتب الرقم هنا، وهنا من 0 لـ10، وهنا من 0 لـ10، وهنا مثلا من 40 لـ50، فتقدر تعرف فين المشكله، تمام؟ طيب عندنا ممكن تكون المشكله في الموارد، يعني البنيه التحتيه الماديه والمعرفيه، تمام؟ اللي هي الموظفين، ممكن تكون ما بتعتبرش رضا الموظفين ده من الحاجات المؤثره اللي هي بتأثر في الانتاجيه. في مثلا حاجه افضل يكون في مثلا نوع من انواع التحفيز. في نوع افضل يكون بيطور بيئه العمل وتعديلها وبيقدر يدير المعايير لتعزيز تحفيز الموظفين ورضاهم وانتاجيتهم. في اعلى من كده ان في العوامل البيئيه في استراتيجيات الاداء
وتتكامل المعرفه في النظم التنظيميه، بيبقى في مشاركه لكل الحاجات. ممكن يكون مثلا حاطط نسبه من الارباح تتوزع على الموظفين مثلا، في حاجات خاصه بالسير العمل الورك فلو. ما فيش عمليات محدده ايه اللي هيبقى قبل ايه وايه اللي بعد ايه، وما فيش هيكله للفريق. تمام، فده بيبقى سيء جدا. يعني ممكن انت تظبط الهاردوير والسوفت وير، بس انت ما عندكش مسارات او ورك فلو لطريقه الشغل، ويبقى عندك ناس قويه جدا بس انتقال المعلومه من شخص لاخر مش واضح، فده بيعمل مشاكل كتير جدا. ممكن يكون لا في محدد، في حاجات محدده ومعروف مين لمين، بس بشكل غير رسمي. يعني الناس فاهمه كل حاجه بس ما فيش ورق رسمي يقول ان فلان مثلا هو المدير وفلان هو اللي المفروض هياخد الحاجه ديت من هنا يديها لهنا وهكذا. تمام؟ في اي مشكله حد كده؟ استاذ بالنسبه للمنتج الاجهزه والبرمجه يعني احنا قلنا كل ما كانت مثلا الاجهزه ضعيفه معناها مهما تكون عندك شبكه الانترنت والبرمجيات معنى الأجهزة تؤثر على الباقي. مظبوط مظبوط تمام. لو أنا عندي مشروع المفروض أسلم مثلا بكرة غدا، لكن الأجهزة ضعيفة، تعمل أمر اكسبورت تصدير ويقعد مثلا ساعة عشان ينفذ الأمر كده، انا مش هقدر اسلم الشغل في الميعاد بتاعي. تمام، دي الفكره، ان انا لازم اكون عندي اشوف الخلل فين وعالجه. قد يكون الخلل في الاشخاص، قد يكون الخلل في المعرفه فانا محتاج اعمل تريننج، قد يكون الخلل في الاجهزه فانا محتاج اعمل، فانا لازم اعرف انا فين ورايح فين. يعني انا ممكن اكون هنا، فلو انا موجود في الموارد هنا هتنقل لهنا خلال شهرين، وهنا خلال 3 شهور، وهنا 4 شهور، مش هينفع اتنقل مره واحده، بس لازم اعرف ايه النقطه اللي انا ضعيف فيها واحاول اقويها. لو نقطه قويه خلاص سيبها زي ما هي. يعني لو انا مثلا البرامج عندي قويه جدا خلاص مش محتاج ان انا اعمل فيها حاجه خالص، مش هبذل جهد. هل الاجهزه عندي قويه ولا لا؟ فببدا اقيم الاجهزه، هل هتقدر تسد معايا ولا لا مش هتقدر تسد معايا، وهكذا. يعني ورك فلو، قد يكون انا لقيت ناس كلها فاهمه الشغل وناس شغاله كويس وناس خبرتها حلوه، بس مفيش ورك فلو بينظم مين اللي هيعمل ايه، وبتلاقي ان الشغل بيحصل له دبل ورك، ان الحاجه بتتعمل مرتين ثلاثه وكل واحد بيعملها بطريقته. انت مثلا بتعمل موديل البيم وبتطلع الحصر بسهوله، وواحد تاني بقاله اسبوعين عمال يحصر بالورقه والقلم او بالاوتوكاد. طب ليه هو بيحصر بينما انت معاك الحصر جاهز؟ ليه؟ عشان ما فيش ورك فلو بينظم شغل، فده بيقضي ساعات شغل مرهقه ومتعبه، وبينما انت معاك الحل جاهز. دي الفكره. تمام؟ دي الفكره. طيب عندي مثلا الخدمات. تمام؟ فممكن يكون مثلا ما فيش المواصفات والبحث التطوير مش موجود خالص. تمام، فدي لازم ايه نكون ايه عامل حسابنا. القياده، قد يكون الاداره مش ما عندهاش وعي مثلا بالموضوع، او مش فاهمه الفكره، او مثلا منتظر ان اول مشروع يتعمل بيم يحقق نتائج قويه جدا، فلازم لا يبقى فاهم فكره ان البيم اول مره هياخد جهد وحاجات زي كده. ممكن يكون ما فيش عنده رؤيه ازاي هنطبق البيم، او البيم هيبقى لازمته ايه، فلازم نخلي بالنا من حاجه زي كده. الاعلى من كده ان يكون هم متبنيين فكره البيم بس ما عندناش تفاصيل قابله للتطبيق. يعني هو الراجل قال لك انا موافق على البيم والبيم حلو، بس ما عندوش فكره ازاي هطبق البيم. تمام، الاول خالص ان هم بيحاربوا البيم، ممكن ما يكونش بيحارب البيم بس مش مهتم بالموضوع ومش فارق معاه. ممكن حاجه ثانيه
ان هو ما عندوش طريقه او فهم التطبيق البيم. اللي اعلم كده ان يكون عنده رؤيه ومن معظم الكادر مش الكل وعايزين يطبقوا وعندهم خطه مفصله ومحتاجين بس ايه ان هم يبتكروا او ان هم يبداوا ينسقوا بينهم وبين بعض. الاحسن من كده ان هم منظمين شغل وعندهم رؤيه وفاهمين الفكره عامله ازاي والحاجات دي كلها. في موضوع البحوث والبرامج التعليميه والتدريبيه والتسليمات. هل في تدريب موجود ولا مفيش تدريب موجود؟ وهل ممكن الشركه تقول لك ايه اللي عايز يتدرب يتدرب، عندكم اليوتيوب وعندكم النت خش اتدربوا براحتكم. تمام؟ او لا في بعض الناس يقول لك انا هتفرق تاخد كورس بعد مواعيد الشغل. في واحد لا يقول لك ده جزء من مواعيد الشغل. وهكذا. في استراتيجيه للتدريب؟ عارفين ايه الحاجه اللي ناقصانا وهنبدا نطور نفسنا فيها ولا لا؟ وانا رقم عيد ميلادي 7/5/1/5. ماشي؟ طيب في تعاقدات، ممكن يكون احنا عاملين شغل كويس بس مش قادرين نعمل عقد كويس، مش فاهمين البنكشن بلان، مش فاهمين ايه الحاجه اللي موجوده. تمام؟ طيب في تاني النماذج القائمه على الكائن اللي هي الكائن هو ايتم مثلا او اوبجكت. تمام؟ وهكذا. يعني بنبدا نقيم كل حاجه من الحاجات ديت بحيث ان هنا ده نوع من انواع النمذجه، يعني اتكلمنا عنها قبل كده. تمام؟ طيب او ممكن يكون انت مثلا ماشي مع السوق ولا مش ماشي مع السوق. يعني السوق مثلا مركز على ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وانت لسه في ال 3 دي، فتبدا تشوف ايه النقاط الضعف اللي عندك وتبدا ايه ان انت تطور نفسك فيها. هي دي فكره التطبيق بين مظبوط، ان احنا نبقى فاهمين احنا فين والخطوه الجايه ايه وايه المفروض ان احنا نكمل فيه. وضحت؟ تمام. لو في اي حاجه مش واضحه نقف ونقولها تاني. يعني احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نعرف نختار البرامج صح، ان احنا الهاردوير مظبوط، ان احنا عندنا مثلا شبكه مظبوطه، ان احنا عندنا وعي بفكره البيم، الاداره عندها دعم لفكره البيم، وهكذا. طيب الاجهزه، ممكن تكون الاجهزه اللي عندك بتنفع للاوتوكاد بس مش تنفع للبيم. البيم محتاج اجهزه اقوى، فدي حاجه مهمه جدا كبيم مانجر لازم تعملها. ان الشركه تكون بتدعم الموضوع وعندها مثلا مكافاه لافضل حد هيقدر يطبق البيم في فتره. استاذ المكافأة هذه يعني تقوم بها الشركة هذه معناها بالمردودية، معناها بالفائدة. تمام. ممكن مثلا تقول ان افضل شخص هيروح ياخد كورس متخصص مثلا. تمام. او افضل شخص مثلا هيبقى ليه يوم اجازة او هيبقى ليه مثلا زيادة في المرتب كنوع من انواع التحفيز. تمام. لان ده في مصلحه الشركه ان هي عندها ناس اقوياء فاهمه البيم بشكل كويس او فاهمه اي حاجه، يعني حتى اداره المشاريع لازم الشركه تطور نفسها. تمام؟ يعني اللي يكون عنده كفاءه، اما العمال البسطاء اللي يشتغلوا في هل عندهم يعني مكافآت او ولا غير المهندسين؟ مهندسين وذوي الكفاءة العالية. اي حد بيبذل جهد، رسام، مهندس، عامل، بيبذل جهد وبيحاول ان هو يطور نفسه. انا اقول لحضرتك حاجة، انا مثلا كنت شغال في مشروع مول في قطر. تمام؟ وعامل من العمال راح اشترى على حسابه درون اللي هي الطيارة الصغيرة اللي بتطير. انا عندي واحدة هنا في البيت جايبها لي بيلعب بيها الدرون. تمام؟ انا جايبها لابني بيلعب بيها لما كنا في الجنينه حاجه زي كده. هو اشتراها وركب فيها كاميرا وراح من خلال الدرون قدر يخلي الكاميرا دي تطير وتصور المشروع وهو بيتبني يوم بيوم والمكن شغال وحاجات زي كده. فوراها للمدير، فالمدير عجبته وراها للمدير الاعلى منه، والشخص ده قال له خلاص انت مش من العمال، انت وظيفتك هتتغير ان انت تبقى مسؤول عن الدرون. كل يوم هتطلع الدرون ده
تصور وتطلع الصور وتطلع الفيديوهات ونحطها ونختار افضل صور ونبعتها لقسم البلاننج بحيث يشوف اخر حاجه احنا عملناها ايه ونحطها على الموقع بحيث ان هو ده تطوير للشغل. عجبتهم فكره جدا لو تكلفتها بسيطه خالص وبتطلع حاجات اكشوال وحاجات طبيعيه وحاجات قويه جدا. تمام، فدي كانت خطوه كويسه. تمام، ماشي. طيب لازم عشان نطبق البيم كويس، انت دلوقتي رحت قلنا الباشمهندس عبد القادر والباشمهندس ليلى هيبداوا يطبقوا البيم في الشركه. ما تختارش مشروع كبير، يعني انا رحت مثلا قبل كده تقريبا في كل الشركات اللي بنعملها بنطبق فيها بيم امبلمنتيشن بقول له ما تختارش مشروع كبير وما تخليش الشركه بين يوم وليله تحول للبيم. البيم ده هيفضل معاك سنين كتيره قدام، فالتحول هيتم خلال 6 شهور، ممكن اكتر ممكن اقل حسب حجم الشركه. ففي الفتره دي بنعمل ايه؟ بنبدا نعمل مشروع صغير. انا مثلا في اول تاني شركه اشتغلت فيها، تمام، كان بنطبق البيم، عملنا ايه؟ اخترنا غرفه وحمام، يعني وان روم اند باث روم جاست ات، تمام. وكان معانا مشروع ضخم جدا، المشروع ضخم جدا، تمام. فاحنا قلنا ايه؟ الناس كلها مكمله في شغل الكاد، بس هناخد واحد معماري وواحد انشائي وواحد ميكانيكا وواحد كهرباء وواحد بلامنج وهنبدا نعمل الغرفه دي، تمام. ومش مطلوب منك تخلصها في وقت معين، بس مطلوب منك تخلصها بيم او ريفت من اول خطوه لاخر خطوه، تصدرها لي كاد وتصدرها لي بي دي اف بنفس الجوده ونفس الشكل وحاجه تاخد ابروف من اول مره، تمام. وخد وقتك وحل مشاكلك، تمام. الفريق كان مثلا تقريبا معانا مثلا 12 واحد مثلا في كل قسم، وخدنا واحد بس من ال 12، عملنا الحاجه الصغيره ديت. لما خلصناها خدوا حاجه اكبر، وبدل ما انتوا واحد من كل قسم خلوا 2 من كل قسم خلصوها، طب خد خلوكم 4 من كل قسم. اللي جاي جديد اول ما تقف قدام مشكله بيسال القديم، فالقديم يجاوبه، فالموضوع بقى بيتم اسرع. اول مره كنا بنشتغل قد تكون مشكله صغيره جدا لكن مش عارفين الحل، فبنقعد ندور نبحث عن هذا الحل. وقتها ما كانش فيه يوتيوب، ما كانش فيه فيسبوك، ما كانش فيه مكان تسال فيه، بتقعد تجرب. ممكن تكون المشكله بسيطه جدا بس انت مش عارف تلاقيها فين، تمام. هي دي الفكره. فلما عملنا المشروع تقريبا في خلال 6 شهور الشركه كلها اصبحت بتشتغل بيم بدون ما نعطل تسليمات، بدون ما نوقف الشغل، بدون ما نعمل اي مشاكل خالص. في بعض الشركات يقول لك ايه، انا معايا مشروع كبير، مشروع ضخم جدا، انا هشتغل بيم، اشترى البرامج، اشترى الهاردوير القوي، لكن ما فيش تدريب للناس. حتى لو قلنا هندي تدريب او هندي كورس للناس كلها، اول مره يشتغلوا فاكيد في مشاكل، فاكيد الشغل هيتعطل، فاكيد التسليمات مش هتبقى في ميعادها، فاكيد هيبقى في غرامات، هيبقى في مشاكل، تمام. فالموضوع محتاج ان احنا يكون عندنا رؤيه ويكون عندنا فهم ان الموضوع مش سحري، مش بين يوم وليله وهكذا. من الحاجات المهمه اللي بتفرق جدا البيم عن الكاد موضوع التعاون. البيم لازم يكون في تعاون قوي بين كل اقسام الشركه، مفيش قسم يقول لا انا مش هشتغل بيم، بفرض ان انت شغلت بيم للمعماري والانشائي والكهرباء لكن التكييف والبلامنج ما اشتغلش بيم، هتلاقي ان الكلاشات مش قادر تعرفها، مفيش كلاشات في التكييف او في البلامنج، فده هيعمل لك مشاكل كتيره في الموقع. فلازم يكون في تعاون، لان يعني التعاون المتعدد التخصصات حاجه مهمه جدا، وده مصلحه للجميع وده قفزه. يعني لو انت ما شاركتش في موضوع التعاون دوت هيبقى في تاخر في الشغل بتاعك. وفي واحد اسمه كريس بارجنت كان بيقول ان البيم او نمذجه معلومات البناء هتجبر الناس انها تتعاون بشكل قوي
وبشكل مبكر، ويكون في مسؤوليه مشتركه واضحه جدا بينهم. وعشان كده لازم نشتغل على مستويات محدده من التفاصيل، والناس هتقدر تعرف ازاي تستخدم النموذج، ويخلي الامور كلها واضحه، ويديني صوره واضحه عن ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل بعد كده. طيب لو احنا اتكلمنا على ايه الحاجات المهمه ان احنا تبقى موجوده بالنسبه لك، اول ما تروح لازم تبدا تعمل اللي هو الكومن داتا انفايرمنت، وتبدا تفهم الناس ان احنا عندنا ورك ان بروجريس وعندنا شيرد. والورك ان بروجريس هو اللي احنا بنشتغل فيه، الشيرد ده اللي هو بنحط الحاجات ونسحبه لينكات، ولما بخلص شغل بنقله في الببلش، وكل شويه بنعمل ارخايف او ارشيف. تمام، دي هي الفكره. لازم الشغل يكون منظم، ويكون معروف اسم الفولدر، ويكون في طريقه تسميه كويسه. ان انت تبقى عارف مكان الملف بشكل قوي وبشكل سهل وما بتتلخبطش، انت بتوفر 20% من الوقت. يعني الاحصائيات بتقول ان 20% من الوقت بيضيع لان انا مش عارف الملف موجود فين. يعني انا مثلا محتاج الشوت درونج للفساد، دي مشكله النهارده. انا النهارده بدور على الفساد بتاع الشوت درونج مش لاقيه. فلو انا مش عارف الشوت درونج فين وفي الفساد، فده هضيع وقت عشان الاقيه. لو الموضوع فيه نظام خلاص انا عارف ان هو في المكان الفلاني وهكذا. تمام، الشوت درونج ده شركه ثانيه اللي بتعمله، فلسه ما استلمناهوش وحاجات زي كده. تمام، الكود لازم كلنا نكون متفقين على كود. اي كود ما بقولكش يلتزم بكود معين، هو غالبا في المستقبل الكود اللي هينتشر هو الايزو 19650، هو كوبي بيست من البي اس 1192، هو كوبي بيست، ما غيروش حاجه، نفس الصور نفس كل حاجه. تمام، فلو انت فهمت البي اس 1192 هتلاقي هو الايزو 19650 بلا اي مشاكل. تمام، طيب في حاجه بقى مهمه ادفانسد شويه، او حاجه لو انت قدرت تعمل كل الحاجات دي تقدر تعمل بقى حاجه اسمها اوتوميشن. اوتوميشن يعني ايه؟ يعني اشوف ايه الحاجه اللي بتاخد وقت، او الحاجه المتكرره، او الحاجه اللي هي منطقيه، واعمل لها برنامج. ممكن تعمل لها برنامج مثلا بلغه الداينامو. تمام، الداينامو سهل جدا ان انت تعملها، او اشوف حد يبرمجها لي ويعمل لي حاجه اوتوماتيك. مثال مثلا استاذ بالنسبه لهذه النقطه الاخيره، عاود نشوف. نعم، من فضلك النقطه الاخيره اللي ذكرتها. الاوتوميشن الاخيره ماشي، اللي هي الاوتوميشن اللي هي التشغيل. مظبوط، الاوتوميشن معناها الحاجه التلقائي. يعني ايه؟ يعني انا كل يوم الصبح بفتح الملف دوت وبص عليه واخده كوبي بيست هنا، وبعمل حاجات تكراريه بتضيع وقتي. فانا ممكن اعمل برنامج صغير او اشوف حاجه صغيره تعمل لي الموضوع دوت، توفر لي وقت. على سبيل المثال في مشروع كان عندي برجين جنب بعض، والبرجين كبار، كل واحد فيهم تقريبا مثلا مش فاكر بالظبط، تقريبا 29 دور حاجه زي كده، واتعمل الملف المعماري بتاعهم واخد اي ار شرطه. فانا عايز اعمل انشائي، فكل اللي انا عملته عملت برنامج، قلت له البرنامج ده ما خدش دقيقه، مش بكتب كود، ده بالداينامو بتربط حاجات ببعض. قلت له غير لي الاي ار لاس تي. تمام، غير الاي ار لاس تي، ما خدش ثواني، وراح عمل لي الموضوع اللي كان هياخد مني مثلا 3 ساعات اتعملت في دقيقه. فهي الفكره كلها ان انت بتحاول توفر الوقت. تمام، اي حاجه هتعطلك. ايوه، ما فهمتش هذه النقطه. طيب هقولها لحضرتك تاني. بص ده اتفضل، انت حضرتك شايف الشاشه دلوقتي صح؟ في يعني ايه، حاول تبقى اسف في اللفظ، كسول. كسول بمعنى ايه؟ حاجه كويسه مش وحشه، ان الحاجه اللي هتعطلك وهتاخد منك وقت تشوف ابسط طريقه تعمل بيها الحاجه ديت. الحاجه اللي بتاخد منك وقت وتقعد تعمل اكتر من خطوه، دور على طريقه تعملها بخطوه واحده. ده مثلا حاجه اسمها الداينامو، ده موجود جوه الريفت وسهل جدا البرمجه بتاعته. تمام، يعني هوري حضرتك حاجه. انا
داينامو لايبراري. تمام. انا ساعات بعمل داينامو بسيط جدا ما بياخدش وقت، ما بتكتبش اي كود، بتوصل حاجات بس ببعض، بيبدا يوفر لك وقت كتير جدا في الشغل بتاعك. على سبيل المثال هوري حضرتك مثلا النيو دوت، انا تبدا توصل حاجات ببعض، يعني تقول له مثلا انا عايز مثلا سيركل زي ما انت شايف اهو، بتبدا توصل بس الحاجات ببعض من غير ما تكتب كود ولا حاجه خالص. تقدر تيجي اصلا من هنا كده تختار وتبدا مثلا توصل ده بدوت وهكذا، فتلاقي الحاجات اتطبقت معاك. تمام. ده يعني انا فاكر ان انا عامل كتاب للداينامو دوت، سهل جدا. انا ببدا اشوف ايه الحاجه اللي هتاخد مني وقت واطول. على سبيل المثال مثلا عندي هنا كلمه ليفل 1، انت عايز بدل ما تكتب ليفل 1 تخليها ال اي في، فانا بعمل هنا برضه كود بقول له اعمل لي ريبليس، غير لي ال اي في اي ال ليفل ل ال في. ده انا عملتها كذا مره في كذا كود وكان سهل، فدي حاجه ادفانس شويه. تمام. مش في الاول بس، هي لما تبقى انت شغال عايز توفر وقت بتلجا للموضوع دوت. فهمنا؟ يعني في مرحله من المراحل لما اكون وصلت المستوى حلو في الـ في الـ في البيم، بتبدا بقى تشوف موضوع ان انا ايه اعمل اوتوميشن، ان الحاجه اللي بتاخد مني وقت لا انا عايزها توفر معايا وتتم تلقائي. ماشي؟ يعني هي مش دلوقتي، هي في المستقبل. انا بعمل ايه؟ ببدا اشوف ايه الحاجه اللي هتعطلني، او هي شكل تلقائي، او الكمبيوتر بيعملها بشكل تلقائي وخليه هو اللي يعملها. تمام. على سبيل المثال مثلا بالنسبه مثلا للحوائط، ساعات كتيره جدا بتلاقي الحوائط بتبقى مثلا ملمسه مع الفلور فظهر، فانت بتعمل حاجه اسمها ان انت تدمج الاثنين مع بعض، فهو في ممكن تعمل ادنس يخلصك من القصه دي. عندنا حاجه في الريفت ان الحيطه بتبقى داخله في الفلور، مش وقتها دلوقتي يعني، بس احنا بنبدا بقى نعمل لها جوين ونبدا نعمل لهم، فانا بقول له ايه اوتوماتيك اعمل لي الخاصيه دي. اي حاجه تقدر تعمل لها اوتوميشن او تعمل لها برنامج صغير يوفر لك وقت اعملها، عشان انت ايه الوقت ده توفره في ان انت تظبط الشغل بتاعك. طيب برضه من ضمن الحاجات اللي البيم بيعمل البيم مانجر بيعملها، ان هو يبدا يشوف ايه البرامج اللي موجوده ويبدا يقارن بينهم، ويبدا يشوف الشركه احسن لها ايه. مش شرط الريفت، ممكن تلاقي الشركه مثلا افضل لها تشتغل بالاوتوكاد اركتكتشر او اوتوكاد ام بي، لان هم فاهمين اوتوكاد كويس مثلا، فممكن تبقى حاجه مرحليه. ممكن تلاقي افضل لهم مثلا ان هم شركه كلها معماري، فممكن تشتغل بالاركيكاد وهكذا. فانت مسؤول ان انت تبدا تشوف افضل برنامج ممكن تشتغله بيه. تمام. طيب خلينا كده مع بعض نبدا نشوف البرزنتيشن كده بسرعه، ولو اي حد عنده اي اسئله يا ريت يوقفني ونتكلم فيها. تمام. دي البيم انفورميشن مانجمنت، خلينا نعديها اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. عايزين نشوف الحاجات المهمه في موضوع البيم. طيب البيم مهم ليه؟ عشان احنا بنخش في مباني ما اتعملتش قبل كده، مباني يونيك، مباني كومبلكس. لو انت عندك مبنى اتعمل قبل كده وعايز تعمل واحد تاني، فانت ممكن ما تحتاجش البيم. البيم لازم يكون حاجه ذكيه بتوصل الحاجات ببعض بشكل قوي، وتقدر تحط فيها الانفورميشن اللي انت محتاجها. لو انت ما عملتش البيم في انفورميشن مش هيبقى بيم، هيبقى بي ام بس من غير الاي. تمام. دي اهم استخدامات بتاعت البيم. طيب ليه الناس ما بتستخدمش البيم لغايه دلوقتي؟ غالبا بيبقوا خايفين من التغيير، غالبا منتظرين حد ياخد الخطوه وهكذا. فاللي بيتاخر بيلاقي ناس سبقته، فانت لازم تبدا انت وتبدا انت تطبق البيم بشكل قوي عندك في الشركه. لازم يكون عندك رؤيه، ولازم يكون عندك حد قوي في البيم يقدر يطبق.
لو انت بتطبق البيم حاول ان انت تختار مشروع صغير، تبدا تدور على بايلوت بروجكت، مشروع صغير خالص وما يكونش مرتبط بالوقت او مزنوق في الوقت، ويكون عندك خطه معينه لتطبيق البيم دوت، وما ترجعش تاني للكاد مهما حصل. حتى لو حصل بعض المشاكل حاول تدور على حلول للمشاكل ديت، ما تيأسي. قبل ما تبدا تعمل الموديل فكر، انا بقول لحضرتك ان احنا مثلا لو بنعمل مثلا فيجواليزيشن ولسه في اول مشروع، انا بعمل رندر للجزء بس اللي هيظهر، ببني الجزء اللي هيظهر بس، يعني ممكن ابني نص المبنى والنص الثاني مش هيظهر في الكاميرا فما بعملوش، انا بعمل بس الجزء اللي هيفيدني. لو انا بعمل حصر ببدا اشوف ايه الحاجه اللي متكرره واعمل واحده منها عشان ما اعملش المبنى كله. تمام؟ استمع للموظفين بتوعك، ممكن تلاقي عندهم اراء كويسه، اتكلم مع الكلاينت وافهم منه كل حاجه، واعمل معاه الاي اي ار والحاجات دي كلها. ليه البيم امبلمنتيشن بيفشل؟ اول حاجه ان البيم اكشن بلان مش موجود او معمول بشكل ناقص، الهاردوير فيه مشكله، فانت معاك المشروع بس الاجهزه بتاخد وقت كبير جدا. تمام؟ بتشتغل بنفس فكره الكات، مفيش تريننج، مفيش تشيك على الكواليتي. تمام؟ فانت بتعمل شغل بس الشغل ممكن ما يكونش بالكفاءه الكافيه. ما عندناش بيم مانجر، لازم يكون في بيم مانجر. ممكن سوفت وير غالي، ما تشيش سوفت وير في الاول، يعني حاول تاخد نسخه تجريبيه وجربه، ممكن يكون البرنامج مش قوي فانت تبقى دفعت فلوس خلاص. ما تشتريش الحاجه في الاول، لا جرب الاول وشوفها. لازم يكون عندك استراتيجيه. من ضمن الاخطاء ان انت تبدا في مشروع كبير، لا ابدا مشروع صغير. ممكن يكون عندك مشكله في التريننج، يكون التريننج قليل. طيب عشان ننجح لازم نبقى فاهمين بيم، قبل ما نفهم الريفت نكون فاهمين فكره البيم، وايه هو البيم وايه الاستفادات بتاعته، ويكون عندنا اتفاق من الاداره ان احنا هنشتغل بالبيم، ويكون عندنا حد قوي في البيم، ويكون عندنا ستاندرد شغالين بيه، ويكون عارفين ايه البرامج اللي احنا ممكن نحتاجها، وعندنا خطه لتطوير، وان احنا نبدا في مشروع صغير بايلوت بروجكت، وتبدا مع جزء من الفريق كله مش الفريق كله، وما تصعبش على نفسك الحاجه، حاول تسهل على نفسك الحاجه. طول ما انت شغال في البيم حاول تشوف ابسط طريقه للشغل، ويكون عندك بلان بي، ويكون عندك شركاء للنجاح، وتدرب الفريق بتاعك. دي اهم الحاجات اللي احنا ممكن نقولها عشان نطبق البيم. تمام؟ هنا بنتكلم عن اداره المشاريع. لو احنا عندنا اداره مشاريع هنبدا ننظم الشغل مع البيم، بحيث ان احنا مثلا في اداره المشاريع تقسيم للمشروع بشكل قوي، زي حاجه اسمها ورك بريك داون ستراكشر، بنقسم المشروع لاجزاء، والاجزاء لادوار، والادوار لاقسام، والاكتيفيتي والاوبجكت والاوبريشن، وكل الحاجات دي بنربطها بالبيم، كل واحد فيها بنديها رقم في الموديل بتاع البيم. عايزين ندخل مش في مجال البيم، عايزين ندخل في تطبيق البيم بقى. دي الورقة اللي هي بتقول إن البيم لازم يطبق في الإمارات. ده منحنى التعلم، فلازم يكون عندك حد يدفع الناس للتعلم بشكل قوي. طيب لو احنا بنتكلم، يبقى احنا عندنا البيم امبلمنتيشن لازم يكون في تريننج، والهدف من التريننج ده انه يخرج معانا ستاف يشتغل بيم بشكل كويس، ويبقى عندهم قدره ان هم يشتغلوا بالبيم عشان نقدر نكسب مشاريع. تمام؟ ده هرم جليدي او هرم البيم او جبل البيم. بنتكلم ان احنا عندنا في بعض الحاجات احنا واخدين بالنا منها، وفي بعض الحاجات احنا مش واخدين بالنا منها، او الناس اللي هي بتحاول تشتغل بيم ما ياخدوش بالهم منهم. هو بيقول لك انا عشان اطبق البيم هيكون عندي سوفت وير، هنشتري برنامج مثلا زي الريفت، وهارد وير، وتريننج. ما بياخدش باله ان في حاجات ثانيه اساسيه زي مثلا ستاندرد، ما بقاش فاهم ايه هو الستاندرد، ما بقاش فاهم ايه هو الورك فلو، ما بقاش فاهم ايه هو الليفل اوف ديتيل، التفاصيل.
ما بقاش فاهم ايه هو الكوماند داتا انفايرمنت، ما بقاش فاهم الكولابريشن. انا شفت ناس بتشتغل بيم كل واحد على جهازه، طب انت هتشتغل ازاي على جهازك ومش قادر تشارك المعلومه مع زميلك ومش قادر تحل الكلاشات؟ قبل كده كنت بعمل انترفيو لواحد، وطبعا بيقول لي انا شغال بيم ممتاز جدا وبقى لي 10 سنين وبطلب شغل. قلت له الكولابريشن، قال لي يعني ايه مش فاهم. طب يعني الحاجات الاساسيه ان اعرف ان هو شغال مع فري ولا لا؟ لا هو شغال لوحده تمام، يعني هو بيطلب منه يعمل لوحه وملوش دعوه بحاجه خالص وما بتشاركش المعلومات ومش عارف يسحب لينكات مش قادر يشتغل معاه، فده مستحيل يعمل لي كلاش تكشن، مستحيل ان هو يعمل شغل كويس تمام. فموضوع الكولابريشن كده هيبقى فيه مشكله كبيره، فلازم يبقى مفهوم ان احنا بنشتغل كلنا مع بعض كولابريشن، مفيش حاجه اسمها ان حد مش مشارك المعلومات. طيب ايه الحاجه اللي احنا بناخدها من البيم؟ هو معتقد ان انت ممكن تاخد 3 دي فيجواليزيشن شكل كويس ولوح اوتوكاد والحصر بس، بينما انت لو عملت موديل كويس تقدر تاخد البريف ابلكيشن، تقدر تاخد الاسيت مانجمنت، تقدر تاخد الجي اي اس ليزر سكان، تقدر تاخد اللايتنج اناليسيز، ستراكشر اناليسيز، ثيرمال ستاديز، كل الحاجات دي تقدر تاخدها من البيم لو عملت شغل كويس تمام. طيب فاحنا لازم يبقى عندنا استراتيجيه بين امبلمنتيشن استراتيجي، ونبقى فاهمين كل العوامل اللي حوالينا ونبدا ننظم، ونبقى فاهمين مثلا السوفت وير لازم يبقى فيه امبلمنتيشن وفيه تيستنج، نتاكد السوفت وير كويس ونتاكد من الازرار اللي هنشتغل بيه، ونتاكد من المشاكل اللي بنحاول نحلها، والهاردوير اللي انت محتاجه ايه، والموديل كوردينيشن لازم تعمل له اوديت تتاكد ان الموديل سليم قبل ما تعمل الموديل كوردينيشن، وتتاكد من كراش ديتكشن تمام. الستاندرد لازم تدرب الناس عليه وتعمل شيك عليه، وتبقى عندك تمبليت والتريننج، يبقى عندك فيديوهات مسجله لو حد عايز يشوفها، وحاجه اونلاين وحاجه قدام بعض في نفس المكان ميتنج في دوكيومنتس وهكذا تمام. الانفورميشن مانجر يبقى عندنا في واحد مسؤول عن المعلومات متاكد من البيمكشن بلان، ويبقى بيقابل الكلاينت ويعمل اي اي ار معاه وهكذا. فكل العوامل دي لازم ما نغفلش حاجه منها عشان ما تحصلش مشكله. يبقى عندي استراتيجيك ديفلوبمنت تاسك، ان انا عارف ان انا في يوم من الايام محتاج ان انا اطور نفسي، فاهتم بموضوع الاوتوميشن، اهتم ان انا ادرب الفريق بتاعي، ممكن ما اكونش عارف في البرمجه دي حد يبرمجها لي، اعمل شينج مانجمنت الاداره نفسها انا اغير فيها، وابدا اقول لهم لا ده الجزء ده احنا محتاجين ان احنا نهتم بيه، محتاجين نكافئ الشخص دوت. دي الستاندرد، احنا اتكلمنا على مثلا ذكرنا كل دول سريعا، بس احنا كنا مركزين على الكود البريطاني اللي هو البي اس اي وهكذا. فانا لازم عندي استراتيجيه وبعرف ايه اللي سواء بتاعت البن، وعندي بروسيس معينه اشتغل عليها وانفراستراكشر عشان اقدر اعمل شغل كويس. يبقى في اول حاجه اعملها اسسمنت، اعمل تقدير للشغل البيم ده، الشغل بتاع الدكتور وائل سكر، اعرف انا موجود فين كبوليسي كبروسيس كتكنولوجي وفي المرحله دي، طب اعمل ايه عشان اوصل للمرحله الثانيه، اعمل ايه عشان اوصل للمرحله الثالثه. ده مثلا نوع من انواع التقييم، ده تبع الامريكا مثلا، بيقول لي انت شوف انت بقى في انهي مرحله من دول بالنسبه مثلا للاستراتيجي الميشن اند جولز. الحاجات دي انت مش بتبعها لشركه ثانيه، انت شركتك بتبدا تشوف انت في انهي نقطه فيهم، في النقطه دي ولا في النقطه دي ولا في النقطه دي، الاستخدامات في النقطه دي ولا في النقطه دي، وتبدا تشوف البروسيس، تبدا تشوف النقطه بتاعتها، وتبدا تشوف انت في انهي مرحله والتارجت بتاعك يبقى فين. يعني ممكن تكون انت صفر وعندك تارجت توصل لرقم 3 مثلا تمام، وده اخر رقم عندي ده اللي هو 5. فبتبدا تشوف انا همشي اعمل ايه الخطوات، ايه اللي ناقص عشان اوصل للمرحله ديت. لا يبقى لازم عندي يكون عندي ميشن، عندي فيجن، يكون عندي مثلا بيبيوز واضح وهكذا. فتبدا تشوف ايه النقط اللي ناقصاك وتبدا تعملها. دي التارجت اللي انا عايز اوصل لها كل واحده فيهم عشان اقدر اشتغل بيها تمام. دي خريطه مثلا بتبدا تشوف ايه النقاط القويه عندك والنقاط الضعيفه. النقط القويه بتبدا تخليها زي ما هي، النقط الضعيفه بتبدا تقويها. بتبدا تقيم الناس اللي معاك كلهم، التيم بتبدا تقيمه، الفاهم هو البيم يوز ولا فاهم البيم بروجكت اكسكيوشن بلان، فاهم الكولابريشن، اي حد بيجي بتبدا تقيمه وبتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت ممكن تستفاد منه بيها تمام.
يعني خلي كل واحد له ميزه، واحد قوي مثلا في 4 دي، واحد قوي في عمل فاميلي، واحد قوي في عمل موديل وهكذا. الاداره بقى بتبدا تفهمه فكره البيم وتبدا تعمل له شرح البيم وايه الاستفاده اللي احنا هنستفاد منها وايه التطور اللي بيحصل في الشركه في موضوع البيم وايه النقط اللي ممكن تحصل فيها مشاكل، ولو في اي قصص النجاح بتشاركه معاه بحيث ان هو يبدا يدعمك. وممكن كل فتره تبدا تشرح له احنا وصلنا لفين وايه التدريبات اللي احنا موجود فيها وان احنا ممكن ناخد فتره قد ايه عشان نوصل للبيم بشكل يكون ليفل 2 يكون بشكل قوي. طيب بالنسبه لموضوع الهاردوير والسوفت وير، لازم يكون عندك معرفه ان في اخطر من انواع للبرامج. البرامج مش كلها حاجه واحده، في برامج بتعمل موديل، وفي برامج بتعمل مراجعه للموديل، وفي برامج بتعمل كوردينيشن، وفي برامج بتعمل اناليسيس. الهاردوير لازم تعرف ان هو لازم حاجه تكون تقدر تعمل شغل كويس. طيب ده مثلا من ضمن البرامج القويه في البيم اللي هي بتعمل الموديل، الريفت، معماري، انشائي، ام اي بي، وممكن تعمل صوره رصادي، ممكن تعمل رندر ووك ثرو، ممكن تطلع شوت دروينج، ممكن تطلع استاتولات. في عندنا برنامج النكس وركس اللي هو بيعمل 4 دي وبيعمل كلاشات وبيعمل 5 دي، بيعمل 4 دي سيموليشن كلاشات. ده برنامج مثلا بيعمل استدامات، كان اسمه ايكوتكت بس اوتوديسك وقفته بقى فتره، بس لو عدى عند البرنامج بيشتغل بدون مشاكل. ده موقع مثلا مهتم بالاستدامه، وانت شغال على الريفت بتقدر ترفع الموديل بتاعك على الجرين بيلدينج ستوديو. عندنا برامج تانيه زي برنامج تحليل انشائي زي روبوت، عندنا برنامج تكلا، عندنا برنامج اركاد، عندنا برنامج تكلا البنتري اللي هو ايكو سيم، عندنا برامج بتاكد من الكواليتي. تمام، ممكن تشوف مثلا حاجه زي مثلا نفس ورك اسمه، في برامج كتيره بتبدا تشوف الحاجه، ممكن تعمل فيجوال تشيك تبدا تمشي جوه المبنى، ممكن تشوف الستاندرد، ممكن تشوف الكلاشات. طيب في اي اسئله قبل ما نكمل؟ باشمهندس عبد القادر، باشمهندس ليلى، في اي اسئله؟ الو الو نعم، ايوه في اي اسئله؟ ما في اسئله. تمام، انا هحاول اشوف اذا كان في حد سال في الجروب. مش فاكر اسم الجروب ايه. الجروب هو طيب الحمد لله مفيش اسئله. طيب نكمل. طيب ال البيم بروسيس فور بروجكت، بيبقى عندنا بدايه المشروع بريبيرنج، بنحضر المشروع، في بعد كده مرحله سكيماتيك، مرحله ديتيل ديزاين، مرحله كونستراكشن، مرحله الاسبكت. كل مرحله من دول بيبقى انا مركز على حاجه معينه. تمام، يعني في مرحله البريبيرنج انا مش مطلوب مني ان انا اعمل موديل قوي، مطلوب مني ان انا اعمل فهم المتطلبات العميل، اندرستاندنج كلاينت ريكويرمنت، اعمل بيم اكشن بلان. ممكن الام اي بي ما اعملش حاجه خالص غير ان انا بعمل سكيماتيك بوضح فيها شكل الام اي بي. تمام، ممكن حتى تعمل بالاكسل، ممكن تعمل بالاوتوكاد، ممكن تعمل بالريفت. مش مطلوب مني ان انا اعمل موديل، مطلوب مني بس ايه اشرح له الفكره اللي هتتعمل ازاي. اعمل التمبليت بتاعي، اعمل الكوردينيشن سيستم، الجريد، الليفل هاي، الحاجات دي. مرحله بعد كده استاذ، لكن الفكره بتاعك يعني كيف تشرحها للام اي تي؟ يعني لابد انك يعني تدير له نموذج هكا ديزاينر.
هو في مرحله ال... اه مظبوطه في مرحله الكونسبشوال ديزاين. تمام، احنا بنعمل ابسط حاجه ممكنه. فانا ممكن بعمل ايه، بحط مثلا مكن بدون مقاسات ولا حاجه خالص، بحط مثلا مكنه فوق ومثلا مكن تحت ومن غير ما اوصل بينهم، لان يعني ده لسه كونسبشوال او بريبيرنج، او ده يعني مجرد بس فكره. فممكن بعمل مثلا حوائط معينه بدون تفاصيل، بدون ما ادخل في الفينش والحاجات دي كلها، ابسط حاجه ممكنه لحد ما اخد الموافقه وابدا اعمل له الاسكيماتيك ديزاين. تمام، لان انا لسه مش فاهم الفكره بتاعته. ممكن هو يعني ممكن تعمل له انت مثلا فيلا بالشكل مثلا اللي موجود في الجزائر، يقول لك لا ده انا عايزها على شكل كوره. تمام، فانت اشتغلت 100 ساعه، لا انا عايز اشتغل 10 ساعات وابعت له الشغل، فهو يوافق او يرفض او يقول لي في مشكله. تمام، طيب في مرحله بعد كده اللي هي الاسكيماتيك ديزاين. تمام، فده بيبقى بنعمل الموديل بشكل اكثر تفاصيل، بنحط برضو تفاصيل برضو للام اي بي شويه مش كلها، لان لسه برضو ما خدتش موافقه. انا ببدا احط بعض كل مرحله ببقى حسب الكود بيقول لي حط كذا، بحط المطلوب بالظبط لا اكثر ولا اقل. تمام، يعني لو المرحله ديت مطلوب مني ان انا احط المكن بدون بايب، خلاص بحط المكن بدون بايب. لو مطلوب ان انا احط بايب بحط بايب، مطلوب احط بايب من غير فالف من غير محابس ما بحطش محابس. تمام، المرحله بعد كده ديتيل ديزاين، بنبدا ندخل في التفاصيل، بنبدا نحط تفاصيل المعماري والام اي بي، بنقدر نعمل كلاش ديتكشن ونبدا نشوف الاخطاء فين ونحلها، بنبدا نعمل ديتيل كوست استيميت حتى في حل استاذ ممكن في هذه النقطه ممكن يعني تعطيني مثلا نموذج يبين هذه النقاط اللي هي ديتيل ديزاين preparation and the conceptual design, schematic design, detailed design. Three elements for three elements. طيب ماشي، هقول لحضرتك حاجة. ممكن اتصحك الليلو دي فورم ونبدأ نشوف ايه النقط اللي هو بيحطها في كل واحدة فيهم. يعني على سبيل المثال في الاسكيماتيك ديزاين، تمام؟ في المعماري مثلا بنبدأ نحط الحيطة من غير فينش. تمام، من غير الوزره او من غير البروز اللي بيبقى موجود في الحيطه، يعني هدخل نفس التفاصيل ووقت بدون طلاء. بدون طلاء، بدون اللي هي الطبقه الخارجيه. تمام، في الديتيل ديزاين ببدا احط الطبقه الخارجيه. في المرحله اللي بعد كده لو في اي تفاصيل، او في المرحله اللي بعد كده بخلي الطبقه حيطه لوحديها ودي حيطه لوحديها، عشان بكتب هنا معلومات مختلفه عن المعلومات اللي هنا، بنبدا نفصل بين كل واحده فيهم. تمام، يعني كل مرحله هو هتلاقي عندك الكود اللي هو ال او دي فورم. تمام، ده بيبقى فيه كل واحده ال او دي فور وول بيم. تمام، لو جيت تبص مثلا لصوره زي انا عايز مثلا حاجه زي كده، مثلا بيقول لك ايه، لو انت بتتكلم في ال دي 100، تمام، ارسم لي مجرد بس ايه حاجه كده وخلاص. تمام، قول لي ان في هنا بيت، ما تقوليش تفاصيل. بعد كده ابدا بقى حط لي مثلا الابعاد بتاعتها، بعد كده حط لي تفاصيل اكتر في كل مرحله، بنبدا نطور. هنا مثلا الصوره بس صغيره، او ال دي 100 بتبدا تقول ان في هنا حيطه، بس نحط تفاصيل. بعد كده في ال دي 350 لازم تحط عشان تركب الباب، عشان تركب الباب لازم يبقى فيه زي خرسانه او حاجه بتثبت فيها الباب حوالين المساحه بتاعت الباب، فانت بتعمل حاجه بالشكل دوت. تمام، في ال ال دي 400 بتبدا بتحط تفاصيل بتاعه الباب بشكل اقوى. تمام، اهي في كل مرحله بتزود التفاصيل. انا بمشي حسب الكود، ما بجيش في مرحله واحط معلومه المفروض تتحط في المرحله اللي بعديها لا اكتر ولا اقل، بلتزم بالكود اللي هو موجود ما بزودش عنه.
ماشي، على اساس ما اضيعش الجهد بتاعي. في مرحله الكونستراكشن بيبقى فيه تركيز ان في ار اف اي بجاوب عليه، حد عنده اسئله بجاوب عليها، بطلع لوحه الشوب دروينج، بعمل ديتيل سكادول فور ماتيريال. في مرحله الاسبلت ببدا اشوف المبنى اتبنى ازاي، وببدا اعدل الشغل بتاعي على حسب المبنى. والفاسيلتي مانجمنت بروح مديله موديل كويس. طيب البيم مانجر قلنا هيعمل بيم شون بلان، يعمل الجول الاهداف، يعمل ريسبونسابيلتي ماتريكس اللي هي كل واحد مسؤول عن ايه، بيم ديليفربل التسليمات بيتاكد انها اتسلمت، كواليتي كنترول هو بيراجع، فعشان كده هو ما بيعملش بنفسه لان هو مش معقول يبني موديل ويراجع على نفسه. كيب كالم، خليك هادي، اند ليت ذا بيم مانجر هاندل ات، يعني خليك هادي وخلي البيم مانجر هو يتعامل مع المشاكل اللي موجوده. البيم كوردينيتور بتاع الاستشاري هو بيعمل بيم ديزاين موديل، هو اللي بيعمل الموديل الاولاني، هو اللي بيعمل اناليسيس، هو اللي بيعمل كوردينيت. على فكره في مرحله الديزاين مش كل المشاكل بتتحل، انا ببقى عامل حساب ان في مشاكل معينه او كليشات معينه هي تتحل، اللي هي المشور المشاكل الكبيره. بقول له مثلا لو في ضغط خابط مع استراكشر انا هحل المشكله دي، انما المشاكل البسيطه او في مشاكل مثلا يعني بحدد انواع الكلاشات اللي احلها والكلاشات اللي مش هتتحل. مش كل الكلاشات بتتحل في الديزاين، لا في كلاشات بنسيبها لمرحله الكونستراكشن. يعني لو حاجه مثلا بايب مع بايب، ما هو البايبات كلها مع بعض حاجات كلها صغيره وكلها سهله تتحل، او بايب مع حيطه، البايب مع الحيطه هتعملها اوبننج، فالاوبننج دي التفصيله هتبقى موجوده في الشوب دروينج، فانا ما بحلش المشاكل بين البايب والحيطه في مرحله الديزاين، بحلها في مرحله الكونستراكشن. تمام؟ يعني فانا ببقى عامل حسابي مش هحل غير المشاكل اللي انا مكلف بيها في المرحله ديت. لا باخد حاجه اكتر ولا اقل، بلتزم باللي المفروض تعمل يعني. طيب البيم كوردينيتور بتاع الكونتراكتور هيبدا بقى يشوف كل المشاكل ويحلها، يعمل اللوحه بتاعت الاسبلت ويتاكد من جوده الموديل. طيب عشان نوصل للهدف بتاعنا لازم يبقى عندنا فريق عمل كويس، ويكون في كنترول على الكلاش ديتكشن، ويكون في ستاندرد موجود، ويكون احنا ملتزمين بتشغيله، ويكون في اداره للفكره كلها. تمام؟ ده اللي هو البيم ليفل زيرو، انت شغال بالكاد، والليفل 1 شويه 2 دي وشويه 3 دي، الليفل 2 الناس كلها شغاله بيم كويس، الليفل 3 حتى الان ما حدش وصل له ليه، كلنا بنتخيل شكله ان احنا كلنا مثلا شغالين على برنامج واحد. في كتاب بيم اكشن بلان، لو اي حد في كتاب عايزه يقول لي عليه وانا هبعته له. تمام؟ انا بس حاولت ارفع الكتب كلها، لقيت لازم ترفع كتاب كتاب يعني. فحتى ابعته مثلا للباشمهندس لنا، وهي اكيد معاها الايميلات، تبعته لكم على الايميلات. تمام؟ قبل ما تبدا في عمل اي حاجه لازم تكون مخطط تبتدي ازاي؟ begin with the end in mind. يعني قبل ما تبتدي بيبقى عندك عارف ايه الاهداف اللي انت عايز توصل لها، وهتوصل لها ازاي، وعامل خريطه معينه اللي هتوصل ازاي. الورقه دي كويسه جدا، ممكن تاخدها وتقعد بيها مع المالك، اللي هي الورقه اللي فاتت اللي هي دي، بتقول له انا ممكن اعمل لك كل حاجه، بس خلينا نركز ايه اللي انت عايزه على اساس ما تدفعش فلوس اكتر، او ما تدفعش فلوس في حاجه انت مش عايزها. تمام؟ ال 3 دي ديزاين كوردينيشن دي اجباري لازم تاخدها، الاست مانجمنت دي براحتك، لو انت مهتم بالاست مانجمنت خدها، لو انت مهتم بالفاسيلتي مانجمنت خدها. الداتا فاليديشن عايز اتاكد من الداتا ماشي. لو انت عايز تعمل بيلدنج سيستم اناليسيس اوكي. لو انت عايز تعمل داتا كلاسيفيكيشن ماشي. تبدا يشوف ايه هو الحاجات اللي هو عايزها. لو هو مش عارف يختار قول له انت مهتم بالاست مانجمنت؟ خلاص يبقى انا هاخد لك المجموعه اللي اتعلم عليها صح. انت مهتم بديزاين مانجمنت؟ طيب بتاخد المجموعه دي، انهي المجموعه اللي انت مهتم بيها؟ هل انت مهتم بالوقت اكتر ولا كوست؟ طب انت مهتم بالاستدامه؟ لو مهتم بالاستدامه لازم اعمل لك الحاجات ديت، اللي هي الحاجات الخاصه بالانرجي اناليسيز، الحاجات الخاصه بالريكورد موديل وهكذا. فدي بتسهل علينا ان احنا نختار الحاجه اللي احنا عايزينها. لو حد عايز برضو البرزنتيشن يقول لي وانا ابعتها له بديف.
تمام. هنا بنحدد بقى الموديل، المعلومات اللي موجوده عندنا في كل مرحله من المراحل والحاجات اللي احنا هنسلمها. دي بعض الكتب، كل كتاب فيهم تقريبا مش عارف 450 صفحه. تمام، بيحدد لك ده مثلا في البروجكت اكسكيوشن بلان، ده في البروجكت بروكيورمنت بلان، وهكذا. امثال معايا الاربع كتب دول. تمام، دي برضو حاجه مهمه قوي، الرود ماب. انت بقى بتعمل ستاندرد كل مره، كل ما تعمل مشروع بتبدا تشوف هل انت عايز محتاج ان انت تطور ديت ولا لا. تمام، دي البيمشن بلاند المراحل بتاعتها، بتبدا تعمل خريطه كده وتبدا تشوف مثلا طب مين اللي هيبدا، المعماري يعمل ايه، طب الانشائي، طب الحصر هيخرج ازاي. سهل على نفسك. ده جدول اكسل احنا بنعمله كل مره، بنقول له مثلا انا هسلمك على 5 مرات، كل مره دي هسلمك له دي 100، ودي هسلمها لك له دي 100، ودي هسلمها لك له دي 100، ودي هسلمها لك مثلا 200، وهكذا. فبنبدا نعمل ملف اكسل بكل تسليمه هيبقى ايه اللي موجود فيها. ممكن اقول له ايه اخر تسليمه هديها لك له دي 400 ما عدا 1 و2 و3 هسلمهم له كله دي 100، يعني اخر تسليمه المفروض كله له دي 400 ما عدا مثلا التسليح او ما عدا الفساد. الفساد فيه تفاصيل كتير قوي، فانا عاملها لك له دي 200. فانا من الاول متفق معاه بحيث ما اجيش في اخر مشروع ويطلب مني حاجة أكتر من اللي أقدر أعملها أو من اللي هتاخد مني جهد. تمام، دي مراحل المشروع. طيب، في بعض الدروس المستفادة، إن أنت عشان تطبق بيم لازم يبقى عندك بطل للبيم أو بيم شامبيون أو هيرو في البيم، لازم الأونر أو المالك يكون موجود معاك، حاجة كويسة يعني، حاجة ضرورية. فريق. نعم، ثاني الفريق يكون يعني، معلش الصوت بيقطع. قلت لك راني معك، راني معك. تمام، من الحاجات المهمه جدا لازم يكون في بيمشن بلان والا الشغل مش هيكمل. طريقه التسميه، ما تعرفش بقى تكتب في بيمشن بلان طريقه التسميه، اقول له انا هشتغل بكود كذا اللي فيه طريقه التسميه، ايا كان الكود، المهم اتفقوا على كود تسموا الحاجه من خلاله. الكولابريتيف، لازم كلنا نكون منظمين الشغل بيننا وبين بعض. الكوردينيتس اللي هي الاكس والواي او النقطه اللي احنا هنشتغل عليها، نقطه الاصل او الزيرو زيرو، لو فيها اي غلط الشغل هيكون مترحل وهتعمل مشاكل كتير قوي. فمن اول يوم بنوحد، بنخلي الجريد ده مثلا ثابت، كل الناس هتشتغل على نفس الجريد ونفس الليفلات ونفس كل حاجه. لو واحد اشتغل على حاجه غلط هيضطر يعيد الشغل كله. تمام، فدي نقطه مهمه جدا، لان احنا ساعات بيبقى عندنا 5 ملفات لنفس المبنى، او ساعات بيبقى اكتر من كده. عندنا واحد مثلا، المشروع اللي شغال فيه في واحد اركتكتشر، واحد فساد، واحد اي دي، ده اول حاجه بتوع المعماري، وعندنا واحد بس استراكشر، وعندنا واحد للتكييف، وواحد للدرينج، وواحد للووتر، واحد للفاير فايتنج، واحد للاي في، واحد للاي ال الالكتريكال، واعتقد في ملف تاني. تمام، فكل دول تقريبا 11 ملف، لو واحد فيهم مترحل الشغل كله بيبقى فيه مشاكل، فلازم نكون موحدين النقطه نفسها. موضوع الكراش ديتكشن لازم نحله بشكل اسبوعي. يونيك اوبجكت اي دي، اتاكد ان ما فيش عنصرين واخدين نفس الاي دي، لان ده يعمل لك مشكله. بتعمل كلاش وقال لك الخطا في رقم 500 خبط في 300 وانت عندك كذا حاجه بنفس الرقم، فموضوع الاي دي دوت بنهتم ان احنا يكون موجود. في حاجه مهمه جدا، ان الاجهزه كلها تكون زي بعض، عشان لو في جهاز فيهم ضعيف او في مشاكل هيبطئ الاجهزه كلها، وهتلاقي نفسك ايه الجهاز اديته امر وخد وقت كتير، عمل بيسموها ايه هانج او هانج، وانت تقعد بقى ايه تشرب قهوه لحد ما الجهاز يشتغل. احنا بنخطط جامد جدا موضوع اللينكات، فدي مثلا صوره احنا بنعملها، ان المشروع دوت في لينكات كذا كذا كذا، اسحبهم من اللينكات، بنسحبهم من الشركه،
فانا مثلا في المشروع دوت كنا قايلين ان في مثلا عندي المعماري بوديوم كذا هنسحبه من المكان الفلاني، منظمين كل ملف ايه الملفات اللي هو هيسحبها عشان نشوفها عنده في المشروع اللي هو محتاجها. في قاعده مهمه جدا اسمها تجاهل او تقبل التو انش، يعني لو انت عندك مشكله صغيره تجاهلها، او يعني مش مشكله صغيره، لو في تفصيله صغيره ما تعملهاش، لو في تفصيله صغيره ومش تفرق معاك في الشغل ما تعملهاش. على سبيل المثال السبرينكلر او رشاش الحريق، السبرينكلر او رشاش الحريق احنا بنعمله بشكل بسيط، في واحد بقى بيقعد يرسم تفاصيل المخرج بتاع رشاش الحريق وبيخش في تفاصيل كتير قوي، ده بيعمل مشكله. اولا انت لما كده كده تطبعه هو بيتبع كنقطه، فكل التفاصيل دي ما تبانش فيه. ثانيا الكمبيوتر بياخد وقت كتير قوي عشان يقعد يعمل حساب للمنحنيات، وقد يكون عندنا في مشروع متوسط الحجم مش كبير ما يقرب مثلا من 4000 سبرينكلر، لان هو كل غرفه بتاخد لها مثلا 2 او 3، فبتلاقي عدد كبير جدا الكمبيوتر بيقعد يعمل حسابات ففيها مشكله. الا لو هتفرق معاك في الشغل، يعني مثلا السبورت بتاع السيلينج، سبورت بتاع السيلينج اللي هو الحامل بتاع السيلينج سهل جدا ان انت تنقله وسهل جدا تحطه في اي مكان، فمش لازم تعمل له موديل في قلب الريفت، ليه؟ هيعطلك وياخد وقت وياخد جهد. بينما السبرينكلر بتاع البايب او الضغطات او الكيبل تري بعمله لان هو بيفرق معايا فعلا، يعني بيفرق معايا في موضوع الكلاشات. ممكن تكون انت عامل مثلا بايب وحط مطلع منه سبورت، والسبورت ده هيخبط في الضغطات هيعمل مشكله في الموقع، فانا بحاول احلها على الكمبيوتر وانا بعمل الشغل بتاعي. فانا لازم اكون مخطط بالظبط ايه الحاجه اللي انا هعملها وايه الحاجه اللي انا مش هعملها، وكل الحاجات دي بتيجي بقى ايه مع الشغل ومع الخبره وكده. البيم ستاندرد اجباري ما فيهوش اي هزار. ال او دي لازم تبقى واحده واحده ماشي فيها. ده مثال مثلا ال او دي، ده هنا مثلا حاطط كرسي وخلاص اي كرسي تمام، ما عندوش اي معلومه. ال او دي 200 هيبدا بقى يحط بقى ايه الطول والعرض والارتفاع. ال 300 هيبدا يدخل تفصيل اكتر. ال 400 ال 500 بيكون هو اشترى كرسي فعلا فبيحط زي ما هو موجود، هو مفيش حاجه اسمها ال او دي 500 بس احنا مسمينها كده. في حاجه برضو من الخبره اللي هي don't add new members to fight fire. لو انت مزنوق في الشغل في اخر ايام ما تجيبش حد جديد وتقول له تعالى اشتغل معايا، لانه هياخد كذا يوم على ما يفهم الشغل، هتكون انت ضيعت جهد. انا ممكن اجيب حد جديد يعمل حاجه مش محتاجه فهم، يعني بيعمل شيتات، بيعمل بيضيف انوتيت، بيضيف تكست، حاجه مش محتاجه ان هو يفهم، لان هو عشان يفهم هياخد كذا يوم. انا بكون مزنوق مثلا في تسليمه ولازم اسلم بعد يومين، ما اجيبش حد واقول له تعالى افهم الشغل وتعالى افهم، لا انا اجيبه عشان يعمل لي شيتات انوتيشن يطبع وهكذا. ولما تيجي تطبع خد الملف كوبي اللي انت اللي انت عايز تطبعه وافصله، لان انت وانت بتطبع بياخد من بيقلل سرعه الشغل. يعني لو انا شغال مثلا بعمل حاجه واحد تاني بيطبع فده بيقلل الشغل، بيأثر على السيرفر او بيأثر على سرعه الموديل، فانا باخده كوبي واشتغل على جنب والتاني شغال زي ما هو. بالنسبه للبيم ميتنج، البيم ميتنج كل شويه في اجتماعات تقريبا مره كل اسبوع مثلا، احنا تقريبا عندنا 3 اجتماعات كل اسبوع، في اجتماع مثلا مع المالك، في اجتماع مع الفساد، في اجتماع مع الام اي بي، كل ده بقى تمام. دول الاساسيين، وفي اجتماعات ثانيه بنعملها. لازم قبل الاجتماع نكون فاهمين احنا عاملين الاجتماع ليه، محددين ايه النقط اللي هنناقشها. لو حد حابب يناقش نقطه ثانيه غير اللي احنا عايزينها بنقول له لا خليها في اجتماع مستقل. بنحاول نقلل وقت الاجتماع، بعد الاجتماع بنبعت ايميل نتاكد الناس كلها فاهمه وان احنا متفقين، وبنحاول ان يكون الموديل جاهز والمشاكل الموجوده جاهزه بحيث ان احنا نشوفها. موضوع الاوتوميشن اللي احنا اتكلمنا فيه، مثلا ممكن تعمل حاجه مثلا بالداينامو ان هو يمشي بالضغط ويبدا يوصل هو اوتوماتيك، فده هتوفر وقت تمام. ما تضيعش الوقت، ابدا اشتغل في البيم. حتى لو المشروع بتاعك مش بيم، حاول ان انت تدرب نفسك وتحاول ان انت تفترض مشروع وهمي وتشتغله. حاول ان انت
تسيب يعني، انا سبت الشركه اللي انا فيها ورحت شركه تانيه بيم عشان اخد خبره، تمام؟ اول ما بدات كان ساعات ناس تطلب مني شغل كاد انا اعمله بيم واصدره كاد وابعته لهم. البيم يبقى فيه بيج داتا، معلومات كتير قوي، فلازم تكون الموضوع منظم. حاول ان انت تبدا تطبق البيم عندك ولو بشكل جزئي لو انت مش قادر تطبقه بشكل كلي. او ده مثلا نموذج للبيم، فبتلاقي فيه تفاصيل كتيره جدا، ولو خدت سيكشن في اي مكان يظهر معاك ده 3 سيكشن. عشان تعمل 3 سيكشن ما بياخدش منك اكتر من ثانيه لو انت عندك الموديل مظبوط. ده تفاصيل الاستراكشر اهوت، ده ديتيل لل 3 دي ام اي بي. بيبقى حاجه قويه جدا ان انت تبقى عارف الشغل هيبقى عامل ازاي وكلاشات تشوفها وتحلها بشكل قوي. دي كلها ديتيلات طالعه من البيم 2 دي 3 دي. دي حاجات خاصه بالاستدامه سستينابيلتي، ده برنامج اللي هو كوتكت. ده مثلا الزمن، بدل ما انت شايف البرومافيرا بيجيب لي الشكل ده، فما تبقاش فاهم اصلا ايه اللي مطلوب هنا. انما مع النفس وركس بتبدا تشوف كل حاجه هنا موجوده فين هنا وتبدا تشوفها بشكل واضح، تمام؟ ده حصر مثلا بيطلع من البيم، الجداول اللي انت بتعملها جاهزه، وطول ما انت شغال بيبدا يظهر بقى التفاصيل والارقام. ده الاستدامه 7 دي. ده مثلا انا شغال في جزء منه مش في كله، انا مش شغال في مدينه لوس انجلوس سيتي، انا شغال بعمل طريق او طريق بالمباني اللي فيه 16 مبنى، 8 نحادي 8 نحادي في مدينه لوس انجلوس. ده مثلا مشروع معمول بالبيم، دي الاستادات اللي معموله بالبيم. ده مشروع انا كنت شغال فيه ترافيك كنترول سنترال، ده كله ده اتعمل بشكل قوي جدا في البيم. ده ملف قطر، ده برضه انا كنت عامله برضه بالبيم، تمام؟ ده عشان مشروع ضخم جدا قسمناه ل 18 جزء، يعني قسمنا كده 18 زون، كل زون فيها المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، كل المعماري لوحده والانشائي لوحده والكهروميكانيكال لوحده. وبعد كده عملنا الموقع كاملا، كان معايا شاب فلسطيني محمد مصلح، اثنين ينود. مول قطر. مول قطر، تمام. ده ضخم جدا جدا، يعني فوق ما تتصور. ده معمول عشان كاس العالم، الناس اللي جايه كاس العالم تروح تتسوق فيه، وده شغال بقاله ما يقرب من 3 سنين عشان فتح فعلا وشغال. فيه ادت عدة مراكز، مركز تجاري، مركز تجاري ولا في مركز تجاري. مركز تجاري. كل ده مول محلات، تمام؟ في بقى كل المحلات الفخمه موجوده فيه، وفي جزء ترفيهي وجزء العاب وجزء نافوره وحاجات كتير جدا. وده كل دي باركينج، وفي باركينج تحت الارض. مشروع ضخم جدا يعني، تمام. كم الكلفه بتاعه؟ والله الكلفه بتاعته اعتقد كانت داخله في 2 مليار دولار، حاجه زي كده. 2 مليار 2 مليار دولار دولار تمام. بس فانت لو عملت الموديل كويس هيطلع لك نتائج كويسه جدا، هتقدر تطلع كل اللي انت بتطلعه مع الكاد، زائد ال 3 دي زائد ال 4 دي 5 دي، هتقدر تظهر الشغل بتاعك باكثر من طريقه، تمام؟ بس دي فكره البيم امبلمنتيشن. لو في اي حد عنده اي اسئله يا ريت. في اي اسئله؟ ما في مسؤول. باشمهندس ليلى. ما في استاذ، ما في. الله يكرمك، جزاكم الله خير. طيب لو في اي حد عايز حاجه بس اكتب لي على الجروب وانا هحاول ارفعها وابعت الملفات على اساس ايه لو حد عايز يطبق فيها او ان شاء الله.
تمام. استاذ في النهايه أيوة. في النهايه احنا في النهايه طالبين يعني معك يعني ديرنا هاك مثلا برنامج بيم ندو مشروع يعني وتشرح لنا كيف كاع من الاول لاخر امال يعني باش نقدروا نستوعب حاجه ما فهمناهاش. انت حضرتك عايز نعمل مثلا زي اكزامبل للشغل في البيم اكزامبل مثلا الريفت والنكست وركس مثلا. خلاص حاضر المحاضره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله تمام. هنبدا نشغل ريفت شويه ونبدا نشوف الفكره بتاعتها ونبدا ناخد جزء كده ازاي نطبق على نفس الوقت يعني الحاجه اللي يعني تناولناها يعني الدروس اللي بغيناها تكون يعني في نموذج. لا حاضر حاضر هنحاول ان شاء الله نعمل المثال كده ان احنا بنعمل مبنى صغير معماري وهكذا ونبدا ناخد بعض الحاجات في نفس الوقت ازاي نربطه بالجدول الزمني والحاجات دي. حاضر معناها دي. شكرا يا استاذ. الله يكرمك. شكرا. الله يكرمك. شكرا. شكرا لك. الله يكرمك.